أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم، وأسأل الله أن تكونوا في أفضل حال وأوفر صحة، وأن يوفقكم إلى عمل الخير طالما كان هناك في العمر بقية. فنتوكل على الله ونبتدئ سلسلة من المحاضرات في الفسيولوجي لصالح الأطفال من مرضى السرطان، وأشكركم على مشاعركم الرقيقة التي أبدتوها في المساهمة في هذا العمل. فالنهاردة بإذن الله هنقول المحاضرة الثانية في الفاسكولار، وهي خاصة بالأرتيريال بلاد بريشر، وهنقول يا أولاد جزء نظري وجزء عملي. هتقولي ليه بقول عملي المرة دي؟ لأن من أكتر الحاجات اللي هي بتتسألوا فيها أو بتمتحنوا فيها هي الأرتيريال بلاد بريشر، فحب تعرفوا كل حاجة عنه. ده من أهم المواضيع في الفاسكور، عملي وشفوي وكل شيء. كما أني أحب أقول لكم معلومة، أنه من 18 ل 36% من الناس في عالمنا هذا عندهم هايبرتنشن، ومعظمهم أو بالضبط إذا عاوز يعني في البلاد اللي هي على العالم الأول نصهم ما يعرفوش إنه عندهم هايبرتنشن. عشان كده بيسموه السايلنت كيلر، الواحد لا يدري بيه شيء إلا لو كان فيري هاي. فده موضوع مهم جدا 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 في الطب. قلت 16 ل 36% من الناس مصابين بيه، 18% من الناس اللي بيموتوا في العالم بيموتوا بسبب الهايبرتنشن. فهنتوكل على الله ونبتدئ المحاضرة الثانية في الفاسكولار. الفاسكولار سيستم لكتشر 2. وكعادتنا يا اولاد بنحب نبتدي بال مالتيبل تشويس، وانتوا عارفين مالتيبل تشويس ده حاجة يعني قلت جزء اصيل في الشغل بتاعنا. نحب نشتغل نقول مالتيبل تشويس عشان خاطر نتأكد ان انت تابعت معانا المحاضرة الماضية. فهي هنقول دلوقتي المالتيبل تشويس اهي، يلا انا نزلت لكم الامتحان قبليها بدقائق، واتمنى تبقوا اولاد تحاولوا تحلوه. One answer is correct كعادتنا. فبيقول لنا regarding the arterioles they are، اختار واحدة من أربعة. هل هم نمرة A resistant vessels؟ أظن دي الإجابة الصحيحة. A ال exchange vessels هم capillaries، ال capacitance vessels هم ال veins، ال drainage vessels هم lymphatic. فيبقى الإجابة الصحيحة A. سؤال تاني صعب شوية ولاد عاوز نفكر فيه مع بعض. بيقول لنا فيسل بي عنده دبل اللينث ودبل الراديوس بتاع فيسل A. ففيسل بي مقارنه بايه؟ هل عنده ذا سيم ريزيستنس از A؟ لا. تعال نحسب ليه بقى. احنا اللينث لما يبقى بي عنده ضعف اللينث يبقى عنده ضعف ريزيستنس من حيث اللينث، لكن ده عنده ضعف الراديوس، والراديوس قلنا ده العامل الاهم لانه باور 4. يعني من حيث الراديوس فهو عنده ريزيستنس اقل 2 في 2 في 2 في 2 يبقى 16 مره، من حيث اللينث مرتين، يبقى طبعا اللي غلب الراديوس. يبقى فيسل بي اقل من ايه؟ 8 مرات. يبقى مش ذا سيم ريزيستنس از ايه، دي غلط. انما ليس ريزيستنس ان ايه دي صح، ده هو ليس ريزيستنس 8 مرات. هنا مكتوبه بالعكس 8 تايم ذا ريزيستنس اوف ايه، طبعا غلط، هو بي اللي اقل. None of the above غلط، الإجابة الصحيحة B يا أولاد. طيب تقل regarding the blood flow، laminar flow is silent صحيح، turbulent flow has sounds صحيح، in capillaries the blood flow is the slowest صحيح، لأن عشان يدي time for a change كنا بنقول نص مليمتر في الثانية. يبقى all of the above الإجابة الصحيحة دي. طيب نيجي السؤال الرابع. Providing the mean arterial blood pressure 120 مليمتر مربعي. Right atrial pressure 0. The cardiac output 6 liters per minute. يبقى systemic resistance كام؟
قلنا الريزيستنس لو كنت فاكر بريشر جريديانت بي 1 ماينس بي 2 اللي هو 120 ناقص 0 ب 120 على الفلو اللي هو الكاردك اوت اللي هو 6. 120 على 6 تساوي ايه؟ تساوي 20 مليمتر ميركوري لكل لتر كل منت، وعليه الاجابه الصحيحه تبقى بي. طيب ريجاردنج الفاسكولار كومبلاينس، هل الكومبلاينس تبقى هاي ات هاي بريشر ولو ات لو بريشر؟ غلط، ده العكس، هي بتبقى هاي ات لو بريشر ولو ات هاي بريشر، يبقى الاثنين دول غلط. هل الارتريز ار مور كومبلاينت ذان فينز؟ لا، الفينز 24 تايمز مور كومبلاينت ذان ارتريز. طيب هل الديليد كومبلاينس ديبندز على الفيسكو الاستيك بروبرتيز اوف سموث ماسلز؟ طبعا، قلنا ملهاش دعوه بالكونتراكتايل، يبقى الاجابه الصحيحه دي يا اولاد. وعليه السؤال الاول الاجابه الصحيحه A فور الفا، الثاني هيبقى الاجابه الصحيحه B فور بيبي، الثالث D فور دادي، الرابع هتبقى B فور بيبي، والخامس دي فور دادي. دي كانت قاعدتنا الامتحان، وبليز يعني انا بحاول ان احنا صحيح بنعمل بث ومفيش تلاقي فيزيكالي ما بيننا، لكن بحاول تبقى الفايده كاني محاضره بالظبط بديها في نورث امريكا، بنبتديها اول 10 دقائق بالمالتيبل تشويس على المحاضره السابقه، وانا اتصور يعني فيديو اوديو فيجوال، فانت متابع كويس، فبليز ابو حلو الاسئله من فضلكم. طيب توقع ان نبتدئ موضوع مهم جدا، وهو موضوع الارتيريال بلاد بريشر، وقلت واحد من اهم المواضيع في الطب يا اولاد. ليه؟ 18 قلنا ل 36% من الناس عندهم هايبرتنشن، نصهم لا يعلمون، ده في البلاد الاكثر تقدما، في بلادنا عدد كبير منهم مش حاسس ان عنده هايبرتنشن لانه مالوش سيمتومز غير لما بيبقى عالي قوي. طيب وقلنا 18% من الوفيات في العالم بسبب الهايبرتنشن. طيب تعال نشوف بقى مع بعض هنتكلم عليه. احب ايه النقاط الاول؟ نقول الايتيمز اللي هنتكلم عليه فيه. هنتكلم يا اولاد على الديفينيشنز، وهنتكلم على الفاكتورز، وهنتكلم على الميجرمنت نمره 3، وهنتكلم على الفيسيولوجيكال فاريشن نمرة 4، وهنتكلم على ريجوليشن نمرة 5، ونمرة 6 هنتكلم على مرض من أهم الأمراض وهو الهايبرتنشن أو هاي بلاد بريشر اللي خلى هذا الموضوع مهم جدا. تمام يا ولاد؟ طبعا ما تخافوش، مش هنعمل الست نقاط في محاضرة واحدة، لأن من أطول المواضيع هو الأرتيريال بلاد بريشر. I think إن هناخدها في محاضرتين. فنبتدي بالنقطة الأولى وهي الديفينيشنز. عندي خمس تعريفات بناء، يعني فاكر في الكاردك اوتبوت كنا قلنا عندنا تعريفات مهمة جدا، هنا برضو التعريفات دي مهمة جدا، خمس تعريفات مهمة خالص. اول تعريف، ما هو تعريف الارتيريال بلاد بريشر؟ طب انا بحب اقولها بطريقة طريفة، لما يسألك الممتحن ايه هو تعريف الارتيريال بلاد بريشر، عارف في مثل عندنا يقولك من دقنه وفتله، يعني خد من كلامه واديله، هو قال الديفينيشن، هو قاله دون ان يدري، هو قالها من الشمال لمين، حضرتك قولها من اليمين للشمال، يبقى تقول له هو البريشر اوف بلاد اون ارتيريال وول، اهو الديفينيشن بريشر اوف بلاد اون ارتيريال وول، حتى انا خدت لك الحروف بنفس الالوان، بريشر اوف بلاد اون ارتيريال وول. طيب تاني تعريف، ايه تعريف السيستوليك بلاد بريشر؟ يبقى السيستوليك بلاد بريشر هو البريشر في اثناء السيستول، وده بيبقى اعلى ما يمكن، يبقى هو ذا ماكسيمم بريشر ديورينج سيستول، ذا ماكسيمم بريشر ديورينج سيستول، واللي هو نورمالي 120 كلنا حافظينه، لكن في رينج يا اولاد زي ما نشوف في الفيسيولوجيكال فاريشن من 90 ل 140 مليمتر مركوري. اظن انتوا بقى تقولوا لي ايه تعريف الداستوليك بلاد بريشر؟ يبقى العكس، ذا مينيمال بريشر ديورينج داستول، يبقى السيستوليك ذا ماكسيمال ديورينج سيستول، يبقى الداستوليك ذا مينيمال ديورينج داستول، واللي هو عارفينه بيبقى 80، حتى كل الناس حافظاها، العالي 120 ويقولوا عليه اللي هو السيستوليك، ويقولوا على الداستوليك الواطي
80 اللي هو الرينج بتاعه من 60 الى 90 مليمتر مربع. دول اول ثلاث تعريفات نبقى نقولهم تاني في عجاله. ما هو تعريف الارتيريال بلاد بريشر؟ قولها بالعكس، بريشر اوف بلاد اون ارتيريال وول. طب ما هو تعريف السيستوليك والدياستوليك؟ السيستوليك هو ذا ماكسيمال بريشر ديورينج سيستول، يبقى الدياستوليك ذا مينيمال بريشر ديورينج دياستول. نيجي التعريف الرابع والخامس، هما الاكثر اهميه في الشفوي يا اولاد، دول اللي بيجوا في الشفوي واللي بيجوا في الام اس كيو، وهجيبهم لكم باذن الله في الامتحان القادم. ما هو تعريف المين ارتيريال بلاد بريشر؟ مين في اللغة معناها المتوسط، وكنا ناقشناها قبل كده. قلنا الطالب العادي يقول لك الضغط السيستوليك 120 الدياستوليك 80، يبقى متوسطهم نجمع 120 زائد 80 على 2 يبقى 200 على 2 تطلع 100. وهذا خطأ ومش هعيد تاني. حكيت ليه؟ لأن السيستوليك يا أولاد اللي هو الضغط القليل بيقعد 0.5 ثانية في الكاردياك سايكل، يعني القليل قعد فترة طويلة، بينما الضغط العالي اللي هو السيستوليك السيستول بيقعد 0.3 ثانية. مش احنا قلنا يا اولاد ان الكاردياك سايكل بتبقى 0.8 ثانية، الفنتكل بينقبض سيستول 0.3 وبيريح اكتر 0.5، خلاص. وزي ما حكيت لكم قصة الرحلة، ان 5 جابوا 80 جنيه و3 جابوا 120 جنيه. لو عاوزين نصرف كرجل واحد نجمع الفلوس، مش مهم مين جاب كتير مين جاب قليل، مش هيطلع المتوسط 100، لان 5 بالـ8 جابوا فلوس قليلة 80 و3 بس جابوا 120. قلنا الصحيح تعمل ايه اللي مش هنعمله. الصحيح حسابيا تضرب الدياستوليك في 5 والسيستوليك في 3، كل واحد في مدته، تقسم على مدة السايكل يا 8. طبعا ان كله من 10، فعشان كده قلت في 5 وفي 3 على 8. ما حدش بيعمل كده في الدنيا، احنا مش محاسبين، احنا اطباء. فقررنا عملناها بطريقه سهله قوي. راجل قال يبقى احنا ناخد حاجه سهله وتدينا نفس النتيجه، ناخد الداستوليك بريشر ذا اد 1/3 الفرق بين السيستوليك والدياستوليك اللي هو يسموه البالس بريشر. دي تحفظها صم. ازاي تجيب المين؟ الدياستوليك زائد ثلث الفرق. ثلث الفرق ده بنسميه بالس بريشر، وهنفهم بعد ثواني ليه سموه بالس بريشر. يبقى تعالى نحسب الدياستوليك 80، تمام. طب والفرق بين السيستوليك والدياستوليك؟ هو الفرق بين 120 و80، يعني 120 ناقص 80 تبقى 40، ثلث ال 40 تبقى تقريبا 13، تبقى 80 و13، يبقى المين ارتيريال بلاد بريشر 93 مليمتر مربي. مجازا يا اولاد بنقربها ونقول 90 مليمتر مربي. المهم تبقى فاهم ليه الرقم بيطلع كلوز تو ذا دياستوليك بريشر مش في النص بالظبط، لان الدياستوليك تايم اطول من السيستوليك تايم، لان السيستول 0.3 بينما الدياستول 0.5. ده سؤال مهم. نيجي بقى اخر ديفينيشن وهو الاهم، البالس بريشر. البالس بريشر هو الفرق ما بين السيستوليك والدياستوليك، اللي هو السيستوليك بريشر ماينس الدياستوليك بريشر. 120 ناقص 80 يبقى الفرق هو قصادك مكتوب اهو 40. طبعا كل حاجه لها رينج يا اولاد، من 30 ل 50 ده النورمال. ليه سموا الفرق ده البالس بريشر؟ تعال بقى نتعلم حاجات حلوه خالص. حضرتك لما بتحط ايدك على البالس، صح؟ انت بتحس ايه؟ اول مره دكاتره كتير يفهموها. بحط ايدي على الريدي الارتي عشان احس البالس. انا ما بحسش البلاد، عكس ناس كتيره فاهمه. انا بحس ويف ماشيه في جدار الارتي. ويف في جدار الارضي ليه؟ تعال افهمك. الضغط 120 في السيستول و80 في الدياستول. لو كان الضغط 120 على طول كان الوول بتاعت الارضي بقت بهذا الشكل،
لو كان 80 على طول كان بقى بهذا الشكل، لكن الضغط بيزيد ل 120 ويقل ل 80، يزيد ل 120 ويقل ل 80، فده عمل حركه في جدران الارض 120 80 120 80. انا عايزك بقى تتخيل، وانا قلت عندنا قوه تخيل جامده، تخيل جدار الارض اليمين والشمال كاني ماسك حبلين كده ومعلقهم في الحيطه الناحيه الثانيه. ايه رايك لو عملت الحبلين كده هما مثبتين في النهايه؟ هتلاقي في ويف تمشي في الحبل للنهايه، هو ده اللي حضرتك بتحسه. يبقى حضرتك بتحس ويف في الوول. سببها ايه؟ ان في فرق في الضغط بين السيستول والدياستول، حركه الوول ادت لهذه الويف. طب وايه سبب الحركه؟ ان السيستول 120 والدياستول 80، في فرق في الضغط. فسموا هذا الفرق في الضغط، لاول مره تفهم الفرق المتسبب في البلس، فسموه بلس بريشر. بلس بريشر الفرق اللي عمل البلس، وعليه بقى للدكاتره الشاطرين البلس يبقى اقوى امتى؟ كل ما الفرق زاد، تخيل يبقى زي ما اكون ماسك الحبلين وبحركهم بقوه جامده، فطبعا الويف تبقى اجمد، لكن كل ما قل الفرق يبقى حركه الوول وبالتالي الويف اللي هتمشي تبقى اقل. يبقى اللي متسبب في البلس هو الفرق بين السيستول والدياستول، فسموه بلس بريشر، وهو الذي يحدد قوة البلس. كلما زاد الفرق يبقى البلس أقوى، قل يبقى البلس أضعف. طب واحد يقول لي هو سرعة البلس كام؟ برضه هثبت لك بطريقة تانية إن اللي بتحسه ده مش البلد خالص. إحنا قلنا أسرع سرعة للبلد في الأورطة اللي هو أكبر شريان كام؟ نص متر في الثانية. بينما عاوز خيال يا أولاد، لو أنا مثبت حبل في الحيطة اللي ورا دي وحركت الحبل كده، النو تايم الويف هتوصل 7 متر في الثانية. يبقى سرعة البلس اللي هو الويف في الوول، اللي هو الويف في الوول ملهاش أي علاقة بسرعة البلاد جوه الفيسل. البلاد جوه الفيسل نص متر في الثانية، إنما الويف في الوول بتبقى 7 متر في الثانية. طيب سؤال ام اس كيو وشافه مهم جدا. اللي عنده تصلب في الشرايين، البلس ويف تبقى اسرع ولا ابطا؟ تلقيت الاجابه دائما ابدا خطا. طلب على طول كده اي مرض، اي مرض يقول لك اقل ابطا. لا طبعا. تخيل يا بابا كده لو انا الحبل ماسكه هنا، عندي شويه خيال، وبعدين رخيته وحركته تبقى الويف بطيئه، لكن لو شديت الحبل جامد مثبت هناك وشديته جامد وحركته يمشي بسرعه جدا. ففي الاثيروسكليروزس سؤال ام اس كيو في العملي سرعه البلس بتزيد. واقول لك حاجه عشان اريحك، العيان مش مستفيد اي حاجه من ان البلس الويف اللي ماشيه بسرعه، حتى انك تستكثرها عليه، يعني ما تستخسرهاش فيه، انه مش مستفاد منها حاجه، انما هي فايندينج، حاجه وجدناها. يبقى تاني عندنا خمس تعريفات نقولهم في العجاله. ما هو تعريف اول ثلاثه اقل اهميه من الاثنين؟ ما هو تعريف الارتيريال بلاد بريشر بسرعه؟ بريشر اوف بلاد اون ارتيريال وول. من الاخر الاول، ارتيريال بلاد بريشر طريقه جميله جدا علمتها لكم، زي الريستنج ميمبرين بوتنشال يا اولاد، فاكرين لما كنا بنقول من الاخر الاول بوتنشال اوف ذا ميمبرين ديورينج ريست؟ حاجات كتير علمها لكم كده. تعريف الارتيريال بلاد بريشر خد من بقه واديله، هو يقول ارتيريال بلاد بريشر اعكسها له، بريشر اوف بلاد اون ارتيريال وول. طب ايه تعريف السيستوليك؟ كلمتين، ده ماكسيمم ديورينج سيستول. طب والدياستوليك؟ كلمتين، ده مينيمال ديورينج دياستول. طب نيجي بقى التعريفين المهمين واللي بيجوا مسائل في الام اس كيو في العمل يا اولاد. المين ارتيريال بلاد بريشر، قلت المين المتوسط اقرب للدياستول، لان الدياستول بياخد فتره اطول، فهو الدياستوليك اسهل طريقه لحسابه الدياستوليك بريشر زائد 1/3 البلس بريشر، الفرق الدياستوليك اللي هو 80 زائد ثلث ال 40 اللي هو الفرق. خلاص ده المين ارتيريال بلاد بريشر. يجي سؤال، طب ايه تعريف البلس بريشر؟ ده اهم بقى، ده الفرق بين السيستوليك والدياستوليك. وقلت جمل هعيدها تاني، لما بنحط ايدنا على البلس، حط ايدك على البلس،
انت لا تحس، لا تحس البلد، مش عاوز غلطه دي، بتحس الوول، الوول ويف في الوول. سببها ايه؟ ان الوول بيتحرك فبيبقى فيه ويف. طب ايه سبب الحركه؟ ان الضغط في فرق بين ستول وداستول. لو كان 120 على طول ما كانش اتحرك، كان بقى كده على طول. 80 على طول كان بقى كده على طول، لكن هي 120 80 120 80، الفرق ده بيحرك الول، والحركه دي بتمشي في الول لحد النهايه. فاحنا بنحس ويف في الول بسبب حركه الول، بسبب الديفرنس ما بين السيستوليك والداستوليك. وكلما زاد الديفرنس البالس بقى اقوى، نقص الديفرنس البالس بقى اضعف. طب سؤال مهم جدا، طب سرعه الويف دي كام؟ تخيلها في الحياه، من الحياه لو انا مثبت حبل وحركته، النو تايم هتوصل للاخر 7 متر في الثانيه، بينما سرعه البلاد نص متر في الثانيه. طب لو الحبل كان مشدود اكتر تمشي الويف اسرع، مرخي تمشي اقل. عشان كده في الاثيروسكليروزس بتبقى الويف اسرع ولا يستفيد منها العيان في شيء. اوعى تنسى الارقام، 7 متر في الثانيه، 7 متر في الثانيه، الرقم اللي كرمه الخالق، 7 السماوات، 7 ايام الاسبوع، 7 7 متر في الثانيه. انما سرعه البلاد نص متر في الثانيه. كانت هذه اللوحه الاولى، وننتقل الى اللوحه الثانيه. Factors that determine the arterial blood pressure، او ممكن يجيبها لك البالس بريشر. بس خلينا في السؤال الاساسي، ايه العوامل التي تؤثر، factor that determine the arterial blood pressure؟ انا قلت لكم يا اولاد اني شرحت السيركوليشن كلها وكتبتها في كتاب القسم بمعادله يعني بسيطه جدا جدا جدا. تحب اذكرك بالمعادله اهي؟ ابسط معادله خدناها واحنا في ثانيه اعدادي. الفلو في اي تيوب يتناسب طردي مع البريشر دلتا بي اللي هو فرق الضغط اوفر ريزيستنس. النهارده قلت المعادله دي بندرسها بثلاث طرق، مره ندرسها نبتدي بالفلو، والمره القادمه باذن الله او اللي بعدها هنبتدي بالريزيستنس. النهارده عايزين نبتدي بالبريشر. يبقى لو بدات بالبريشر عاوزك تفكر ما تحفظ. الفلو بريشر على ريزيستنس، يبقى البريشر يساوي فلو في ريزيستنس اهي. يبقى البريشر يساوي الفلو في الريزيستنس. بستخدم الالوان ليه يا اولاد؟ عشان ما تتوهش، لانه لو قلت المعادله على ما هي عليه هتنسى العلاقه البسيطه الاولانيه ان البريشر اهو البي تساوي الفلو في الريزيستنس. تعالوا نحطها بقى في الصوره الفخمه بتاعتها. البريشر المقصود بيه مين؟ اللي هو الفرق بين اعلى ضغط في السيستميك اللي هو المين ارتيريال بلاد بريشر، واقل ضغط اللي هو الرايت اترال بريشر اللي هو صفر. اي حاجه ناقص صفر تساوي روحها. يبقى فهمت ليه فرق الضغط في النهايه هو المين ارتيريال بلاد بريشر؟ لان انت اعلى ضغط في السيستميك سيركوليشن هو الضغط في الاورطه، قلناها المحاضره الماضيه، واقل ضغط هو في الرايت اتريال زيرو. يبقى مين ارتيريال بلاد بريشر ناقص رايت اتريال بريشر اللي هو زيرو، يبقى هو المين ارتيريال بلاد بريشر، مين ارتيريال بريشر. طب وقلنا الفلو في السيركوليشن يساوي ايه يا اولاد؟ هو الكاردك اوت بتاع الليفت فينتكل، يبقى الفلو هو الكاردك اوت. طب والريزيستنس؟ هنقولها في جمله فخمه اللي هي توتال بريفرال ريزيستنس. والكلام ده بقوله للزملاء الاصغر سنا لما يجوا يشرحوا. لو انت اديت الطالب العلاقه قلت له بص، ومن غير ما يفهم الارتيريال بلاد بريشر بتساوي الكاردك اوت في التوتال بريفرال ريزيستنس، ما فهمش المعادله دي جت منين، في حين الاساس بتاعها بسيط جدا جدا جدا. اهو الاساس بتاعها اللي هو عارفينه واحنا في ثانيه اعدادي، الفلو في اي انبوبه، في اي انبوبه بيتناسب مع فرق الضغط بريشر جريدينت، فرق الضغط بين جانبي التيوب اوفر ريزيستنس. طب انا عاوز ابتدي بالضغط، يبقى البريشر جريدينت فلو في ريزيستنس اهو، يبقى البريشر فلو في ريزيستنس. طب انت بتقول فرق الضغط، هو فرق الضغط بين ايه وايه؟ بين المين ارتيريال بريشر اللي هو الارتيريال بلاد بريشر اللي هو لسه واخدينه، واقل ضغط في السيركوليشن اللي هو الرايت اتريال بريشر اللي هو صفر، يبقى هو في النهايه المين ارتيريال بريشر.
طب والفلو هو الكاردك اوت بتاع الليفت فنتكل، يبقى بدل الفلو نحط كاردك اوت. طب والريزيستنس نفخمها نسميها توتال بريفير ريزيستنس. يبقى حسابيا مش حفظ يا اولاد، حسابيا المين ارتيريال بلاد بريشر بروبورشنال تو اوتبوت في ريزيستنس. اقول لك حاجه، دي المعادله التاريخيه الثالثه في السيركوليشن اللي مش ممكن تمارس كارديولوجي من غير تبقى طبيب امراض قلب ما تحفظها. تحب اقول لك الاثنين اللي قبليهم؟ اقولهم لك تاني لا لا امل. الستروك فوليوم اللي هو بتاع الضربه الواحده بيساوي الفرق بين حجم البنتكل في نهايه الدايستول عن حجمه في نهايه السيستول اللي هو الاند دايستوليك ماينس ان سيستوليك فوليوم. معادله تاريخيه رقم واحد. طب الكاردك اوتبوت هو المينيت فوليوم، هو الستروك فوليوم بتاع الضربه الواحده في عدد الضربات في الدقيقه اللي هو الهارت ريت. معادله تاريخيه رقم 2. معادله تاريخيه رقم 3 ان الارتيريال باب بريشر اللي هو المين ارتيريال بريشر يساوي اوتبوت اللي هو الفلو في ريزيستنس. هتعالج ازاي هايبرتنشن اذا كنت فاهم ايه اللي بيعلي الضغط؟ يا يزيد الاوتبوت يا يزيد الريزيستنس. هو المين ارتيريال بريشر بيساوي اوتبوت في ريزيستنس. تحفظهم صم تاني، اقولهم تاني. يبقى الستروك فوليوم قولوها انتم اند دايستوليك فوليوم ستروك يعني بتاع الضربه، ضربه ستروك. مش قلنا جالي سان ستروك ضربه شمس؟ ستروك بتاع الضربه اللي هو الفرق بين نهايه الدايستول ونهايه السيستول. يبقى اند دايستوليك فوليوم ماينس اند سيستوليك فوليوم. طب ده بتاع الضربه. طب بتاع الدقيقه، ما بتاع الدقيقه هو ده الكارديك اوتبوت. الكارديك اوتبوت هو المينيت فوليوم. يبقى هو عباره عن الضربه الواحده في عدد ضربات في الدقيقه اللي هو الهارت ريت، ستروك فوليوم في هارت ريت. طب المعادله التاريخيه الثالثه بقى احفظها صم، ما اوعى تدخل امتحان ولا تمارس طب من غير المعادلات دول. يبقى عباره عن المين ارتيريال بلاد بريشر يساوي بروبورشن تو اوتبوت ريزيستنس. دي المعادله الثالثه اوتبوت ريزيستنس. طيب عاوز افك معادله الكاردك اوتبوت بالمعادله التاريخيه الثانيه. الاوتبوت لسه قايلين يا اولاد بيساوي ايه؟ ستروك فوليوم في هارت ريت. يبقى المين ارتيريال بلاد بريشر بروبورشنال، بدل ما اقول اوتبوت في ريزيستنس، الاوتبوت دي تساوي ايه؟ ستروك فوليوم في هارت ريت. يبقى بروبورشن تو ستروك فوليوم في هارت ريت في توتال بي فور ريزيستنس. دول اهم ثلاث عوامل ياثروا. اهي تعالى نعدل الصوره بالظبط في المين ارتيريال بريشر. يبقى المين ارتيريال بريشر بروبورشنال تو ثلاث حاجات، اوتبوت ريزيستنس دول اثنين، وبعدين فكينا الاوتبوت هي الستروك فوليوم بتاع الضربه في الهارت ريت، يبقى بروبورشنال تو ستروك فوليوم في هارت ريت في توتال بي ريزيستنس. دول اهم ثلاث عوامل بيأثروا في الارتيريال بلاد بريشر. واحد قال لي هو في عوامل ثانيه؟ قلت له اه، في لسه عامل رابع وخامس. قال لي ازاي؟ ده المعادله ما فيهاش غير العوامل دي. قلت له لا حضرتك ما دققتش. قال لي طب وريني. انا ما قلتش يا اولاد المين ارتيريال بريشر بيساوي الفلو في ريزيستنس، انما قلت ايه؟ بروبورشنال تو فلو في ريزيستنس. يبقى لو حطيت يساوي بدل بروبورشنال يبقى في ايه يا اولاد؟ انا سامعكم. لازم تحطوا كونستنت. فانا بفكر معاكم، فكر معايا ايه الحاجه اللي ما هياش في التلات عامل دي وكونستنت اوفر تايم و100% تاثر في الارتيريال بلاد بريشر. يلا هي فزوره لطيفه وسهله جدا. يبقى المعادله الطالب فاهم قوي، ودي الطريقه اللي عاوزكم يا اولاد تشرحوا بيها لما تبقوا باذن الله اساتذه افاضل، انك تشرح بفهم مش بحفظ واحد اتنين تلاته ونقعد نحفظ ونعيدهم. التكرار ده مش للشطار يا اولاد، انت عارف بقيه المثل. فهم انت بتقول لنا المين ارتيريال بلاد بريشر بروبورشنال تو فلو اوف ريزيستنس، والفلو اللي هو يبقى اوتبوت، الفلو هو الكاردك اوتبوت توتال بي ريزيستنس، وفكينا الاوتبوت ستروك فوليوم في هارت ريت. يبقى المين ارتيريال بلاد بريشر بروبورشنال تو ستروك فوليوم في هارت ريت في توتال بي ريزيستنس. دول اهم ثلاث عوامل بروبورشنال. لكن لو قلت يساوي يبقى في كونستنت. فحطيناها فزوره جميله. ايه حاجه كونستنت اوفر تايم لكن 100% تاثر في الضغط؟ يو جوت ذا انسر. اساعدكم انا،
جملة بقولها حتى بالعربي كده عشان تاخد انتباهكم وتقعدوا فاكرينها مع حقيقته. الحاوي والمحتوى، مش الحاوي اللي هو الماجيشن، الحاوي اللي هو كونتينر والكونتنس. يعني فكر معايا 100% بره التلات عامل دول، الضغط داخل اي وعاء يعتمد على شيئين: حجم الوعاء اللي هو الحاوي في لغتنا الجميله، والمحتوى اللي هو البلاد فوليوم. 100% ضغط الدم يعتمد على حجم الفيسل وكميه الدم جواها. لو ديسبروبورشن، يعني الدم كتير بالنسبه لحجم الفيسل، الضغط يزيد. وعلى فكره ده يتاتى بطريقتين: يا تزود بلاد فوليوم يا تنقص تعمل فازو كونستريكشن، والعكس. لو حجم الدم بالنسبه للوعاء قليل الضغط يقل، وبرضه ده يتاتى بطريقتين: يا تنزف تفقد دم فضغط يقل، يا يحصل فازو دايليتيشن. يبقى فهمتوا جبنا الكونستنت منين يا اولاد؟ اوعوا تنسوها مع حياته، الحاوي والمحتوى. يبقى الفاكتورز افكتنج الارتيريال بلاد بريشر للاوائل خمسه: ثلاثه جبناهم من المعادله البسيطه، واثنين اللي هما الكونستنت الحاوي والمحتوى. الحاوي اللي هو احنا بنقيش الضغط في الارتري، يبقى سعة الارتري، واللي بيحكمها نحطها بتعبير شيك arterial compliance، طوعية الارتري. فاكر لما حكيت لكم في المحاضرة اللي فاتت قلت لكم لو ان الارتريز كانت ميتال تيوبز، انابيب معدن ما فيهاش الاستيك فايبرز، غير قابلة للاتساع ديستنشن وريكويل، كان ايه اللي هيحصل؟ فاكرين قلناها، قلنا كل الدم تخيل بيدخل في السيستول، يبقى لو هي ما اتسعتش السيستوليك يعلى جدا، وما فيش دم بيدخل في الدايستول، يبقى لو هي ما عملتش الكويل الدايستوليك ينزل لصفر. وده بيحدث جزء منه، مش هو بالظبط، لان عمر ما بيحصل تصلب شرايين ما بتتحول لوعاء معدن، بس بتبقى ناشفه شويه. عشان كده في الـ في الـ في الـ في البيور اثيروسكلروزيس اوف ارتريز بيعلى السيستوليك ويوطى الدايستوليك لانها ما بتتسعش. لكن قلنا من نعم الله عليك ان الارتريز بتتسع في السيستول، فده بيمنع الارتفاع في السيستوليك، وبتريكويل في الدايستول، محاضرة الماضيه راجعها، فده بيمنع الدروب في الدايستوليك. وعشان كده الضغط قريب هنا 120 وهنا 80. لو حصل لنا بيور اثيروسكلروزيس في الارتريز، ودي صعبه على فكره، ما بيحصلش تصلب شرايين في الارتز بس، هتفهم فهمهالك بعد شويه، ارتز وارتريولز. لكن انا بتكلم لو ارتز بس حصل حاله نادره اثيروسكلروز، مش هتتسع ولا هتريكويل، كل الدم بيدخل في السيستول، ستول يعلى جدا، مفيش حاجه بتدخل في دايستول، دايستول يوطى جدا. لكن من عظمه الخالق ان الارتز كومبلانت بتوسع في السيستول، فده يمنع الارتفاع في السيستوليك، وتريكويل في الدايستول، فده يمنع الانهيار في الدايستوليك. طيب نيجي العامل الخامس بقى اللي هو البلاد فوليوم. ما احنا قلنا الحاوي يقول المحتوى اللي هو البلاد فوليوم. ومين احسن اندكس عندنا يا اولاد للبلاد فوليوم؟ احفظوها دلوقتي ونرجع لها بعد كده. سنترال فينوس بريشر. واحد قال لي طب بس قول لي يعني ايه سنترال فينوس بريشر؟ قول لي انت هو مين السنتر بتاع كل الفينس في الجسم؟ طالب قال لي اقول لك الدم اللي جاي من الابر بارت اوف ذا بودي جاي عن طريق السوبيريور فينا كافا بيروح للرايت اتريوم، واللي جاي من اللور بارت اوف ذا بودي جاي عن طريق انفيرو فينا كافا بيروح برضه للرايت اتريوم. يبقى اذا البريشر في الرايت اتريوم، الرايت اتريال بريشر هو السنترال فينوس بريشر، لان الرايت اتريوم هو السنتر بتاع كل الفينس، فالرايت اتريال بريشر هو السنترال فينوس بريشر. ده ذا بيست اندكس في الطب لما في اوضه العمليات للبلاد فوليوم. يعني في العمليات اللي متوقعين فيها نزيف جامد بندخل قسطره من الفين اللي في الرقبه، دخله من الفين اللي في الرقبه ونسقطه في الرايت اتر، ومفيش ولا فالف يا اولاد في السك. ده سؤال ام اس كيو هنجيله بعد كده، لانه ربنا حط الفالفز تحت ليه؟ عشان الجرافيتي عاوزه تشد الدم على تحت في الفينز، فالفالفز تمنعها. لكن في الابر فوق الهارت، فكر وراء الخلق خالق، قوه عاقله، الجرافيتي معانا بتجيب الدم من ناحيه الهارت، يبقى نحط لها فالف. مفيش فالفز فوق،
من اول ما تسقط القسطره من الفين بتاع النك الجاجولار فين ينزع على طول في الرايت اتر، مفيش ولا فالف، الفالفز تحت مفيش فالفز فوق، افهم ما تحفظ. وراء الخلق قوه العاقله نسميها الله. ففي اي عمليه جراحيه ممكن العين ينزف جامد بنقيس السنترال فينوس بريشر اللي هو الرايت اترال بريشر، ده بيمثل البلاد فوليوم. لو البلاد فوليوم زاد ضغط يزيد، البلاد فوليوم قل الواحد حصل له هيموريج ضغط يقل. يبقى ده واحد من اشهر الاسئله، فاكتور ذا ديتيرمين ذا ارتيريال بلاد بريشر، قلناها بطريقه رائعه وده اللي هنعمله مع بعض في كل الفسيولوجيا يا اولاد. نفكر نفهم، قلت ان احنا بنختلف عن الدواب في شيئين، ان احنا ثينكر بنفكر وايماجينيتيف نستطيع ان احنا نتخيل. قلت وعاوزكم تشرحوا كده لما تيجوا في يوم من الايام تتبدل مقاعد وتبقوا تبقوا انتوا باذن الله شارحون عظماء، تشرحوا بالطريقه دي. يبقى تبتدوا بالمعادله البسيطه فلو بريشر جريدينت على ريزيستنس، يبقى من هذه المعادله يبقى البريشر جريدينت فلو اوف ريزيستنس. طيب البريشر جريدينت هو الفرق بين ايه؟ بين موضوعنا، موضوعنا اللي هو الارتيريال بلاد بريشر اللي هو المين ارتيريال بريشر، والرايت اترا بريشر اللي هو صفر صفر، يبقى هو في النهايه المين ارتيريال بلاد بريشر ناقص صفر يبقى هو المين ارتيريال بريشر. طب ومن هو الفلو في السيركوليشن؟ هو الكاردك اوت. ومن هو الريزيستنس؟ هو التوتال بيف ريزيستنس. طب ممكن تفك لي الكاردك اوتبوت؟ افكها. كاردك اوتبوت ستروك فوليوم في هارت ريت. يبقى المين ارتيريال بلاد بريشر بتساوي ستروك فوليوم في هارت ريت في توتال بيف ريزيستنس. دول ثلاث عوامل. قلنا في عاملين تانيين. طالب قال لي جم منين؟ مش في المعادله. قلت له انت ما خدتش بالك. المعادله كانت بتقول المين ارتيريال بريشر مش ايكوالز انما بروبورشنال. لو حبيت احط يساوي يبقى لازم في ايه؟ اسمعكم، انا سامعكم. صح، برافو، كونستنت. قلتها بطريقه لا تنسى. ايه الحاجه اللي كونستنت اوفر تايم و100% بتغير الارتيريال بلاد بريشر؟ فاكرينها؟ الحاوي والمحتوى. ذا كونتينر اند ذا كونتنت. اللي يمثل الكونتينر الارتيريال كومبلاينس، طواعيه الارتي بتوسع في السيستول عشان السيستوليك ما يعلاش، وتريكايل في الدايستول عشان الدايستوليك ما يطاش. وعشان كده قلنا في البيور اثيروسكلوز في الارتيز بيعلى السيستوليك ويقل الدايستوليك. والمحتوى هو البلاد فوليوم ويمثله السنترال فينوس بريشر او الرايت اترال بريشر. طيب كده ما خدناش الفول مارك. طيب قال لي ليه؟ قلت له لازم تقول لنا تأثير العوامل دي على البالس بريشر اللي هو الجزء الثاني في السؤال. حسن الحظ نفس العوامل اللي بتأثر في الارتيريال بلاد بريشر هي التي تؤثر في البالس بريشر. اربعه منهم. هنغض النظر عن البلاد فوليوم، لان البلاد فوليوم ده لو زاد هيزود الاثنين سيستوليك وديستوليك. هناخد الاربعه الباقيين. الاربعه الباقيين من غير البلاد فوليوم، وعلى فكره ده ممكن يبقى سؤال نظري ثاني ما يجيبلكش، يعني عاوز طالب ذكي مش فاكتورز فالديتيرمين الارتيريال بلاد بريشر يجيب لك بالس بريشر. اربعه منهم لحسن الطالع، اربعه من الخمسه ما عدا البلاد فوليوم هم بيأثروا في البالس بريشر. طب واحنا بنقول بالس بريشر يا اولاد بيساوي ايه؟ سيستوليك ماينس دايستوليك. يبقى اللي يزود السيستوليك هيزود البالس بريشر، الاحمر مع الاحمر، بينما الطفل اللي يزود الدايستوليك يبقى الفرق هيقل هينقص البالس بريشر. سهله؟ يبقى لحسن الطالع ان اربعه فاكتورز من الخمسه بتوع الارتيريال بلاد بريشر هم برضو اللي بيأثروا في البالس بريشر. طب اسمع الثانيه لطيفه. لحسن الطالع اتنين من الاربعه يزودوا السيستوليك فيزودوا البالس بريشر، واثنين يزودوا الداستوليك فالفرق يقل فينقصوا البالس بريشر. يبقى عندنا كام حسن دلوقتي يا اولاد؟ اثنين. حسن الطالع انه نفس الاربعه من الخمسه، حسن الطالع ان اثنين هنا واثنين هنا. طب خد اخر حسن بقى ومش هتنساها مع حقيقي. لحسن الطالع ان الاثنين اللي فيهم حرف الاس
بيزودوا السيستوليك بريشر بحرف الاس، يبقى الاثنين التانيين بالاكسكلوجن هم اللي زودوا الدايستوليك. طالب قال لي بس انت عودتنا ان الاس مع الاس دي فوق البيعه، انما احنا عاوزين فوق الاول نفهم وبعدين فوق البيعه نحفظ ان اس 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 مع بعض. تعال نشوف مين ياثر في الستوليك، مين يزود الستوليك يا اولاد. فكر بذكاء. وي ار ايماجينيف 100% الضغط في الارت لفتره السيستول بيعتمد على كميه الدم اللي هتدخل في الارتري في السيستول للستروك فوليوم. شوف جبناها. يبقى الضغط في الارتري في السيستول بيعتمد على كميه الدم اللي هتدخل ارتري في السيستول، اللي هي الكميه اللي بتدخل ارتري في السيستول اللي هتحدد الستوليك بريشر، هي الستروك فوليوم. اقول لك حاجه، الستروك فوليوم از ذا برايمري ديتيرمينانت اوف سيستوليك بريشر. طب تاني حاجه، لو حصل بيور ارتيريسكلروزس، تصلب في الشرايين في الارتي، الارتي ما وسعتش، ما احنا خدناها يا اولاد، لو الارتي ما وسعتش فاكر ده يبقى ما وسعتش، ده كان هيزود السيستوليك. يبقى مين اللي زودوا السيستوليك يا اولاد؟ الستروك فوليوم والسكليروزس. يعني انا طبعا ما مش عاوز، ما سكليروزس يعني تصلب في اللغه اتعلمها، والمقصود ارتيريسكلروزس، بس في الشرح باخد لك الجزء المهم في الكلمه عشان تفتكرها مع عيد. يبقى اللي بيزود السيستوليك بريشر هو الاس ستروك فوليوم والاس كيروزس. قلت ايه فوجت؟ But which is the primary determinant of systolic? It is the stroke volume. يعني ده سؤال لوحده مهم جدا. انك تعرف مين الاثنين اللي بيزودوا السيستوليك اللي هم بحرف الاس ستروك فوليوم وسكليروزس، ومين الاهم؟ مين البرايمري ديتيرمنت؟ المؤثر الابتدائي الاساسي في الـ في الـ في السيستوليك الستروك فوليوم. طب نيجي للدايستوليك، يبقى بالاكسكلوجن مين الاثنين اللي لو زادوا هيزودوا الدايستوليك وبالتالي ينقصوا البالس بريشر؟ اول حاجه التوتال بريفر ريزيستنس. احنا قلنا الريزيستنس بتعتمد على الارتريولز. طب طالب قال لي من فضلك من فضلك فهمنا كما هي العاده. بص يا اولاد نفكر، وي ار ثينكر. 100% الضغط في الارت في فتره الداستول هيعتمد على كميه الدم اللي هتتحبس في الارتري، اللي هتتحبس في الارتري في فتره الداستول، وعليه هتعتمد على المحبس الارتريولز. ده الارتري ده الارتريول. لو الارتريول عندها هاي ريزيستنس فازو كونستريكشن حبست الدم في الداستول، داستوليك عالي. بينما لو الارتريولز قللت الريزيستنس يعني حصل لها دايليتيشن، الدم هيهرب 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 من الارتري في الداستول، يبقى الداستوليك يقل. يبقى البرايمري ديتيرمنت اوف داستوليك بريشر هو التوتال بريفر ريزيستنس اور ارتريولز. ان المحبس قافل، الدم اتحبس في الارتري في الداستول، الداستوليك عالي. المحبس فاتح، الدم هرب هرب من الارتري في الداستول، الداستوليك وطي. طب نيجي للهارت ريت، ليه لما الهارت ريت يزيد الدايستوليك يزيد؟ نفكر بهدوء. لو الهارت ريت زاد يبقى فتره الدايستول حصل لها ايه؟ فكر معايا. انت بص، ادي الطبيعه اهو. لو الهارت ريت زاد فتره الدايستول اسرت، يبقى الهارت هيتملي قليل في الدايستول، صح؟ لانها قصيره، فتره الدايستول اللي بيملى فيها اسرت، يبقى يتملي قليل. اللي ما اتملاهوش ده يستنى فين؟ يستنى وراه في السيركوليشن، في الداستول، هيزود الداستوليك. الداستول اسر، لما يزيد الهارت ريت الداستول بيقصر، بيملا ليل الهارت، فيفضل في الفيسل وراه كتير، يبقى الداستوليك يزيد. تمام يا اولاد؟ بس يبقى برضه ذا برايمري ديتيرمنت اوف داستوليك هو ذا توتال بريفر ريزيستنس. دي واحد من اهم الموضوعات في الطب، لان قلت الارتيريال بلد بريشر الهايبرتنشن يعاني منه لا اقل 18 ل 36% من الناس، ويموت او 16 ل 36 اعتقد، ويموت 18% بسبب الهايبرتنشن. يبقى فهمت يا اولاد؟ هقولها تاني. يبقى لحسن الطالع اللي بيأثر في البالس بريشر
اربع عوامل من الخمسه بتوع الارتيريال بلد بريشر. ده اول حسن انها مش حاجات جديده. البلس بريشر بيتاثر باربعه من الخمسه ما عدا البلد فوليوم. للبلد فوليوم لو زاد هيزود سيستوليك ودايستوليك. فطبعا يبقى البلس بريشر هيقعد ثابت. لما الاثنين يزيدوا يبقى الفرق بينهم يقعد ثابت. افهم. يبقى اربعه بس. لحسن الطالع ان الاربعه اثنين يزودوا السيستوليك فيزودوا البلس بريشر واثنين يزودوا الدايستوليك فينقصوا البلس بريشر. طب لحسن الطالع الاخيره ان اللي زودوا السيستوليك هما اللي بحرف الاس الستروك فوليوم والاسكيروزيس. يبقى اللي زودوا الدايستوليك هما زياده التوتال بيف ريزيستنس وزياده الهارت ريت. واحد من اهم الاسئله في الام اس كيو هجيبه لكم باذن الله المره الجايه، لان احنا اور سيستم متكامل بضغط. خد بالك انا بعيد الحته اللي مهمه اللي عارفها في الامتحان وانا حافظ الامتحانات وورد وايد، مش بعيدها مرتين مش ثلاثة أربعة خمسة. فدون ان تدري كده وانت ما انتش واخد بالك حفظتها لك، مع انك يمكن تزهق ان ليه بيعيدها ثلاث واربع وخمس مرات، لان هنا النقط اللي بتيجي في الامتحان مش لانها مهمه الامتحان، لانها مهمه في البراكتس في ممارسه الطب. The primary determinant of systolic is a stroke volume. كمية الدم اللي بتدخل الأرتي في السيستول هي اللي بتحدد السيستوليك، كمية الأرتي اللي بتدخل في السيستول هي الستروك فوليوم، وريتها لك. بينما كمية الدم اللي هتتحبس في الأرتي في الداستول هي التي تحدد الداستوليك، ودي تعتمد على التوتال بيف ريزيستنس يعني على الأرتريولز. وأقولها بجملة جميلة لن تنساها. يبقى ادي الارتي في النص، هنا الارتريول بتحدد الارتي في النص، انا مش يعني التين بس، وادي الهارت وما بينهم دماغي هي دي الارتري. مين اهم واحد بيحدد السيستوليك؟ اللي هيدخل الارتي في السيستول اللي هو الستروك فوليوم. ومين اهم واحد بيحدد الدايستوليك؟ المحبس اللي هيحبس الدم في الارتي في فتره الدايستول اللي هو التوتال بيف ريزيستنس. يبقى تقسيمه عادل يا اولاد، مش هو كاردو فاسكولار سيستم؟ يبقى الهارت مسؤول عن السيستوليك، هو الفيسل مسؤول عن الدايستوليك اللي هي الارتريولز. يبقى طريقه ثالثه عشان تفتكرها، كارديو فاسكولار سيستم الهارت مسؤول عن ضغط في السيستول، انما المحابس الارتريول الفيسل مسؤول عن ضغط في الدايستول. اقولها سادس، the primary determinant of systolic is the stroke volume. The primary determinant of diastolic is total perfusion resistance arterioles. طيب خلصت اللوحه دي ونيجي للعملي بقى. عاوزين النقطه الثالثه ازاي نقيس الارتيريال بلد بريشر. عيب نبقى دكاتره بلاقي كل الدكاتره بيقيسوا الارتيريال بلد بريشر غلط، بيصلوا النتيجه بس ليست دائما صحيحه. فتعال نشوف الارتيريال بلد بريشر. ارتيريال بلد بريشر كده، تانيت الورق عشان نبقى نشوف احسن. ارتيريال بلد بريشر الابريتس عندنا عشان نقيس الضغط بالطريقه التقليديه، الجهاز اسمه سفيجمومانومتر. اهو جهاز السفيجمومانومتر، هوريه لك دلوقتي اهو. سفيجمومانومتر اهو بالشكل ده. الجهاز ده بيتكون من ايه يا اولاد؟ بيتكون من الاجزاء. اولا يعني ايه سفيجمومانومتر؟ عشان ناس كده مش عارفه الحكايه دي، احب اعرفها لكم. سفيجمو معناها بلس، مش معناها جهاز ضغط خالص. انا عارف في ناس هتذهل ان طول عمرهم بيقولوا سفيجمو مانومتر ترجمته الى اللغه العربيه جهاز الضغط. لا، سفيجمو يعني بلس، ومانوس يعني يضعف. ليه؟ لان لما بلف انا الكف على ايدي وانفخ البلس بيضعف لحد ما يختفي، فسموه الجهاز الذي يضعف البلس، اللي هو متعارف عليه انه ده جهاز ضغط الدم. لكن كلمه سفيجمو مانومتر ليس بمعناها جهاز ضغط الدم. سفيجمو يعني بلس، ومانوس يعني يضعف، لانه لما انفخ البلس هيختفي. وهذا الجهاز يتكون من ثلاث اجزاء اساسيه. الكف اللي هي بلفها على الايد عشان تعمل ضغط توقف البلس، وهاند بامب مضخه كده بقعد انفخ بيها في الجهاز، وميركوري مانومتر. يبقى الجهاز ثلاث اجزاء، ايه دي؟
دي الهاند كاف او الارم كاف، ودي الهاند بامب خلاص اللي بننفخ بيها، وده ميركوري مانومتر، ده كلمة سفيجو مانومتر. طيب بنحتاج ايه تاني؟ بنحتاج سماعة. اسمها ايه السماعة؟ ستيثو سكوب. ده السماعة اللي هي برضو معظم الدكاترة في اوطاننا فاكرين انها معناها سماعة. ستيثو يعني تشست صدر، وسكوب يعني منظار، لانه زمان كانوا بيستخدموا السماعة مش في قياس الضغط، اول ما استخدموا السماعة دي استخدموها يسمعوا بيها الصدر، فبننظر بيها الصدر فسموها ستيثو يعني صدر سكوب. فيبقى المعلومة المذهلة ان لا جهاز ضغط معناها جهاز ضغط ولا السماعة معناها سماعة، كانت هذه مش فقط المعلومات العامة دي بنقولها وورد وايد. يعني ايه سفيجمو مانوميتر؟ الجهاز الذي يضعف البلس، سفيجمو يعني بلس ومانوس يضعف لانه بيوقف البلس، وستيثوسكوب معناها منظار التشست. طيب دي اول ما تعلمناها. نيجي البرنسبل، احنا بنقيس الضغط يبقى بليون من الكلمة دي ولا بطريقة indirect، يعني لو ما قلتش indirect دي هتاخد صفر. احنا بنقيس الضغط في الارتري، احنا بنقيس الجهاز ده اهو يا ولاد، جهاز المانوميتر ده بيقيس الضغط في الكف، ملوش اي علاقة بالارتري، الخراطيم واصلة ما بين الكف والميركوري مانوميتر، ميركوري مانوميتر بيقيس الضغط اللي جوه الكف مش اللي جوه الارتري، يبقى اذا بيقيس بطريقة indirect. بس الفكرة سهلة وتافهة جدا. لو جبنا طفل وقلنا له بص يا بابا، ما حط انا الكف هنا حوالين ايدي وانفخها بحيث الضغط يبقى اعلى من الارتي، اعلى من الارتي، يبقى الدم يحصل له ايه؟ هيقف. يبقى الضغط لما يبقى اعلى فيش دم هيعدي. طب هننقص الضغط في الكف رويدا رويدا رويدا، انت بقى تقولها صح، في اللحظة اللي فيها الضغط في الكف هيبقى قد الضغط في الارتي، او الاصح للناس الحنبلية اقل قليلا، يعني الضغط في الكف اقل حاجة بسيطة من الارتي، زي الارتي بس اقل شوية، الدم هيبتدي يعدي. طب نقولها بالعكس، يبقى لما هيبتدي الدم يعدي يبقى دلوقتي الضغط في الكف مساوي او اقل حاجة بسيطة جدا من الارتي، فالدم عدى. فانا لو قريت الضغط في الكف يبقى هو الضغط في الارتي، عشان كده قلنا indirect method. عاوز الطفل يفهمها. انتوا اللي هتقولوها مش انا اللي هقولها. الضغط في الكف اعلى 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 اعلى، يبقى الدم يمشي؟ لا، في اللحظه اللي فيها الضغط في الكف، الكف يساوي او اقل بالنسبه لا تذكر من الارتي، يبقى الدم هيمشي. يبقى احنا في لحظه سريان الدم دلوقتي، لما ابتدى الدم يسري، ليه ابتدى يسري؟ قولها انت، لان الضغط في الكف بقى قد الضغط في الارتي او اقل بحاجه بسيطه. يبقى لو قريت الضغط في الكف يبقى عرفت الضغط في الارتي، يبقى indirect method. طب ده قلنا الى سؤال تاني، يبقى اللحظه المهمه هي لحظه بدايه سريان الدم. هنحددها ازاي؟ بطريقه من طريقتين، ينحس الدم ابتدى يمشي تبقى بالباتري ميثود طريقه حسيه، يا نسمع تبقى اوسكالتاتري ميثود طريقه سمعيه. يبقى فهمت القاعده تاني يا اولاد، القاعده جميله قوي. انتوا هتقولوها، الضغط في الكف اعلى من الارتي يبقى الدم يمشي؟ ما يمشيش، اديني غشتكم، برافو عليكم، ما يمشيش. الضغط بنقلل بنقلل بنقلل، لما الضغط في الكف بقى قد الارتي تقريبا اقل حاجه بسيطه، حاجه لا تذكر، الدم ابتدى يمشي. يبقى في اللحظة اللي الدم هيبتدي يمشي يبقى دلوقتي الضغط في الكف مساوي للضغط في الارتي. لو انا قست الضغط في الكف وانا بقيس الضغط في الكف، لان الجهاز متصل بالكف مش بالارتي، يبقى انا عرفت الضغط في الارتي. يبقى مين اللحظة المهمة؟ لحظة بداية سريان الدم، صح؟ يا اسمع تبقى بالباتري، يا اشوف تبقى اوسكالتاتري ميثود. حلوة؟ سهلة. نكمل بقى يا اولاد. انا استاذنكم هقلع الجاكيت لانه الدنيا حر، مش عاوز اشغل تكييف بيعمل شويه صوت.
الحر هجم كده شويه عليه. طيب يبقى اندايركت ميثود. نيجي بقى الستبس يا ولاد. عندي الستبس ستبس اهي، او هنقولها بريكوشنز يعني احتياطات. عندي اربع احتياطات يا ولاد. حب النظام قوي عشان تحفظ الكلام ده بقى عملي مهم قوي قوي. الانفايرمنت يعني البيئه اللي انت هتقيس فيها الضغط، والبيشنت والعيان، العيان والبيئه اللي حواليه، واحتياطات خاصه بجهاز الضغط واحتياطات خاصه بالسماعه. يبقى كام احتياطي؟ اربعه. الانفايرمنت مع البيشنت، حتى حب النظام قوي شايف واخدهم لك مع بعض. انفايرمنت مع بيشنت مع شق مثل عشقي للنظام، والسفيجمومانومتر مع الاستيثوسكوب. نيجي الانفايرمنت، لازم اقيس الضغط في كوايت هادي نون ستريسفول انفايرمنت، لان افهم ده يضير بالمريض والطبيب. لو الدنيا مش هاديه مش هتسمع، ولو الدنيا مش هاديه حوالين العيان والعيان ستريسد بان الدنيا هيصه ده يعلي الضغط فيدينا قرايه مش مظبوطه، يبقى لازم الدنيا تبقى هاديه. طب نيجي البيشنت، وضع من اتنين، يا قاعد يا مستلقي، يا سيتنج يا لاينج، بريفيرابلي سيتنج، فضل مش داعي تنايمه لكن نايم كويس حلو، يبقى سيتنج. وبعدين يبقى عامل امتنج للبلادر بتاعته، مفضي يعني، تقول له انت عاوز تفضي المثانه، لو قال لك اه تقول له فضي قبل ما نقيس الضغط. هنسالك ليه؟ لان هو ازاي احنا بنعمل ريتنشن لليورين يا اولاد؟ بالسمباثاتيك ولا بالبارا؟ مين اللي كان بيعمل ريتنشن؟ السمباثاتيك. والسمباثاتيك ده يا اولاد، السمباثاتيك ده يا اولاد بيعلي الضغط، يبقى لازم العيان يبقى البلادر بتاعته امتي. طبعا نو سموكينج، ما يبقاش مدخن ولا شارب قهوه وشايل، ان دول بيخلوا الهارت يضرب اسرع فيضخ دم اكتر فالضغط يزيد. على الاقل قبليها بساعه ما يدخنش ولا يشرب قهوه ولا شاي، ودفن بس ما بنقولهاش في بلادنا هنا نو الكوهوليكس، مفيش اي حاجه يعني. يبقى اقول لك حاجه، الكلام ده حلو في الحياه، لا تدخن ولا تشرب الكوهوليكس، بس في الحياه هقولها لك اهو، قلتها في برامج التلفزيون، الكوفي مهم قوي. يعني فنجانين قهوه في اليوم اتنين بس، هذه معلومه اعتبرها معلومات عامه، بيقول انسان من الكانسر ليفر. الكوفي هو المشروب الوحيد في العالم اللي ينصح به من الاطباء وبمعدل فنجانين، لانه بيقي الانسان من الكانسر ليفر. دي بره الموضوع. طيب لازم يبقى بعد كده العيان يبقى complete physical and mental rest، في راحة جسمانية وذهنية تماما. يعني حضرتك ما تفتحليش فوق السطح عيادة وفي مبنى ما فيهوش اسانسير والعين تطلع بشق الانفس وتروح واخد العين عمال على بطال قيسه الضغط، هيطلع كل العينين ضغطهم عالي لان عاملين فيزيكال اكسرسايز عشان يطلعوا لك. ولازم منتال ريست، يعني تسال انت كنت امبارح نايم كويس؟ عندك حاجه مضايقاك في الحياه؟ لان ده هيعلي الضغط. طيب لازم بقى الجهه دي مهمه جدا، الهارت مع البريك الارت اللي بيقيس فيه مع جهاز الضغط سفيجمومانومتر، يبقى كلهم ات ذا سيم ليفل تو افويد ذا افكت اوف جرافيتي. واظن ده يا اولاد ليه اخترنا البريك الارت، لان البريك الارتري ات ذا سيم ليفل اوف ذا هارت، يبقى مفيش تاثير للجرافيتي، والجهاز الضغط قصادي، الثلاثه مستوى واحد، القلب وجهاز الضغط ودراعي عشان افويد الافكت اوف جرافيتي. طيب نيجي البريكوشنز بتاعت السفيجمومانومتر بقى. اول حاجه الكف لازم تبقى سيوتابل سايز. احنا عندنا ثلاث انواع من الكف، في النورمال وفي التخان قوي الاوبيس وفي الاطفال. ما تستخدمش واحده مطرح الثانيه، لا استخدم كف سيوتابل سايز. ليه بقى؟ اللي بعديها تفهمك، لان الكف دي يا اولاد مش الرابر اللي بتنفخ فيها، هي مش كلها بتتنفخ، اللي بتنفخ الحته دي بس، دي الرابر اللي هي داخلها الخراطيم، الباقي ده ماشي عشان تلف حوالين الدراع، انما ده ما فيهوش باك خالص، الباك في الحته دي بس.
فاحنا عاوزين الباك تبقى على البريكر ارتري، يبقى لازم حجم مناسب، لا صغيره قوي ولا كبيره قوي. يبقى ده اول حاجه في الكف. يبقى طيب نيجي نقول القلاب مع بعض. يبقى الكف suitable size، لازم الرابر باك تكفر 60% من الارم سيركمفرنس، لازم تغطي 60% من الارم سيركمفرنس. اهي مش عارف، انا كان نفسي يبقى معايا حد يساعدني بس يعني مفيش، انما هتخيل ان انا معايا اهي كده بالشكل ده. طب خد بالك، انا البريكر ارتي ميديا ليه؟ انا عاوز النفيخه تبقى فوق الارتي، تتنفخ على الارتي. النفيخه دي تعرف مكانها فين؟ هي بالعقل خليك ذكي، اللي داخل فيها الايه؟ البايبس دي. يبقى لازم البايبس يبقوا ميديا ليه، يعني لما احط كده يبقوا البايبس هنا، ما يبقوش لاترالي كده. ده دي اول حاجه تسقطك في العملي، ان البايبس يبقوا لجوه، فيبقى ده يؤكد ان النفخه اللي هتتنفخ الرابر باك اهي موجوده على الارتي. بيك الارتي ميديالي، يبقى النفخه ميديالي، يبقى البايبس ميديالي. دي مهمه جدا، وتلفها كويس. معيش حد يلف لي، كان يعني الطف لو كنت عاونت مع حد. ما عنديش حد انا. طيب يبقى الرابر باك كفر 60% من الارم سيركمفرنس. طيب التالتة مش مهم اوريها لكم، الكاف تبقى ان انش يعني بوصه اباف الانتي كيوبيتال فوس. ليه؟ لان دي اللي احط فيها السماعه، يعني الباج لازم على الاقل تبقى انش اهو بوصه فوق الانتي كيوبيتال فوس احط السماعه، لان ما ينفعش احط السماعه تحت الجهاز. الحركه الغبيه اللي بيعملها كثير من الدكاتره، مش عاوز يمسك السماعه يروح حاططها تحت الايه الرابر باج، عشان طب ما كده عملت بريشر مش متقاس على الارتي. فلازم تبقى سايب انش يعني الباج الخراطيم على اللي تبقى ميديال، يبقى معناها الرابر باج ميديالي فوق الارتي، وفي انش على الاقل فوق الكيوبيتال فوس عشان ما تحط السماعه وما تدوس بالسماعه. مش عاوزين اني بريشر، خليك ذكي. الجهاز بيقيس البريشر بس في الرابر باج، ما بيقيس البريشر لو دوست بالسماعه، بيقيس البريشر لو غرست السماعه تحت الباك. كل العبط ده اللي بيعمله الاطباء ما حبكوش انتوا تعملوه، ده كلام فارغ لو وجود له. طيب تاني حاجه البايبس اهو قايلينها، البايبس لازم تبقى على الميديال سايد. فاهم ليه؟ لان البايبس داخله على الرابر باج الارتري ميديالي، احنا عاوزين الرابر باج ميديالي، يبقى البايبس تبقى ميديالي. دي اكتر حاجه تسقطها. طيب المين فالف يبقى دايركتد على اون اهو، المين فالف تعالى بص معايا، معلش اعملوني شويه لاني لوحدي يا اولاد. اهو هنا في فالف اهو شايفينه، اتمنى تبقوا شايفينه الفالف ده، في الفالف ده اون واوف، يعني ممكن احركه كده وممكن اجيبه كده. باين الفرق بينهم اهو، يعني بيجي كده وبيجي كده، يبقى حطه على اون عشان لما لان لو حطه على اوف وبتنفخ الزبق مش هيطلع، يبقى تراعي ان الفالف يبقى على اون. طيب يبقى المين فالف دايركتد على الاون، وبعدين الميركوري تيوب تبقى عند الزيرو ليفل، ومفيش ليكج طبعا، مفيش اي تسرب اهو زي الوضع القائم هنا، يعني مفيش اي زبق طالع. ما انما مش هبتدي بكده، يعني اما افتحه يبقى كل الزبق محطوط في المخزن ده، في الكونتينر ده، ومفيش اي سرسبه للزبق. كل دي البريكوشنز تبقى عارفها. نيجي بقى للبريكوشنز بتاعت الاستيسوسكوب اللي هي السماعه. بريكوشنز اوف استيسوسكوب. الهاند بامب دي نسينا نقولها يا اولاد، دي اهم واحده، انا اسف. الهاند بامب لازم تبقى سلولي انفليتد وسلولي ديفليتد. يعني انا اعلمكم حاجه بمليون جنيه دلوقتي. بعد ما تحط الباك دي وهتنفخ لازم النفخ يبقى ببطء شديد جدا، يعني لازم وانت باصص كده وانت بتنفخ، وبعد ما تفتح الفالف تلاقي بيطلع ببطء شديد. لو نفخت انفليتد بسرعه يبقى العين هيتالم، الالم بيزود الضغط.
فيبقى الاهم ان وانت بتنفخ تنفخ ببطء عشان العيان ما يتالمش. طب وانت بتضيف ليه؟ دي اهم بقى، تنزل ببطء شديد ليه؟ افهم افهم، حضرتك بتعمل كووردينيشن، تطابق بين البلس اللي بتحسه في البالباتوري ميثود او الصوت اللي بتسمعه وبين القرايه في المانوميتر. فكر بذكاء، لو الزئبق نازل بسرعه يبقى عبال ما تاخد بالك ده ابتدى البلس وابص اخد القرايه اوريدي هو نزل 30-40. يبقى اهم حاجه في القياس، اهم حاجه على الاطلاق، ان تتعلم فن البطء في الديفليشن، انك انت الديفليشن تعمله ببطء. يعني عاوزك كده مع حد في العائله تعمل كل اللي قلته ده وما تقراش حاجه خالص، انت كل اللي تمسك الفالف ده وتتعلم ازاي الفالف ده تفتحه ببطء شديد، لانه ممكن لما تفتحه فجاه كده بيروح نازل بسرعه. تتعلم فن الفتح البسيط، كل ما كان الميركوري كولم نازل ببطء اكتر يبقى تقدر تعمل الكوردينيشن ما بين عينك اللي بتقرا الضغط وما بين ايدك اللي حاسه البلس او ودنك اللي سامعاه. دي اهم نقطه على الاطلاق، عاوزك مرارا وتكرارا ان شاء الله على نفسك اقعد اتعلم ازاي تديفليت ببطء. كل ما هي دي اهم نقطه بتخلي طالب يعرف يقيس وطالب ما يعرفش يقيس، السلو ديفليشن دي. فاهم ليه؟ عشان انت مطلوب ان في نفس الوقت اللي حاسس البلس في البالباتري او سامعه بالاسكلتاتري تاخد القرايه. لو بينزل بسرعه مش هتلحق تاخد الاثنين، يبقوا الاثنتان مش متطابقتان مع بعضهم. فتعلم السلو ديفليشن، انك تنفخ واما تفتح ما يجيش منك يروح فاتح فجاه كده شويش. لو اتعلمت دي خلص قياس الضغط، خلص تماما. واعلمك حاجات تانيه الطف ازاي تتعلمها كويس. ادي اهم واحده فيهم. بلاقي الزملاء الافاضل ما حدش بيضايق فيه. عندي نقطة مهمة جدا. نيجي بقى سيسوسكوب يا ولاد. سيسوسكوب احتياطاتها سهلة. لازم الاير بيسز يبقوا فوروردز. ده الاير بيسز يبقوا لقدام مش لورا كده. ليه بقى؟ لأن يعني أهي بص يبقوا لقدام، لأن الودن يا ولاد ما هياش عمودية على الرأس. الودن ال 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 الكنال بتاعت الودن، القناة بتاعت الودن الاديتري ميتس ماشي لقدام، فانت تدخل دي لقدام، ما تحطش سماعه كده، بتحط سماعه كده تبقى شكلك زي الاهبل، تبقى طبيب الاهبل، بتحطها لورا كده، لا لازم تبقى لقدام اللي هي اتجاه الاديتري ميتس، يبقى شكلك محترم كده اهي لقدام، ما تحطهاش لورا. مش عارف بقى هنا عشان مش مجسمه يمكن مش باين قوي، يبقى لازم يبقوا دايركتد. اقرب كده اكتر، كده دايركت لورا، اتمنى تبقوا شايفينهم كده لورا، ده غلط يا اولاد. حلوه كده بانت، ادوني اشاره كده انها باينه. طيب لازم تحطها كده كده لقدام كده اللي هو اتجاه الانترميت، دي مهمه قوي نبص عليها. طيب تاني حاجه يا اولاد، انه احنا هنستخدم لو عيان طبيعي نستخدم الكون. ليه؟ لان الكون يا اولاد بشكله بيركز الصوت، بياخد من كبير على ضيق فبيقوي الصوت، بس عيبه ان الكون صغير. فلو العيان تخين كون صغير، بس هو الاهم لو العيان تخين ما انا مش عارف الارض فين بالظبط يبقى استخدم الدافران. يبقى العيان الطبيعي تستخدم الكون، ميست الكون انه جاي من واسع على ضيق فبيعمل اكسنتويشن يقوي الساوند. الدافران ما بيعملش كده، بس الدافران فيه ميزه، لو عيان ايده قد كده طب فين الارتي؟ لو حطيت حاجه صغيره ممكن ما اجيش فوق الارتي، يبقى كل ما وسعت غالبا هاجي على الارتي. يبقى ده التخينه للتخان، التخينه للتخان والرفيعه للرفاعين، الكون للطبيعي والدافرام كده. طب الاهم من دي بقى يا اولاد انك تتاكد ان ده اللي شغال، ان هنا في فالف كده، لو حركت دي كده يشتغل واحد، كده يشتغل التاني. فانت عاوز تشغل الكون وانت حاطط السماعه كده، وانا مشغل الكون، حطيت الكون دلوقتي، اما اضرب كده احس الصوت في ودني. لو عكست شغلت الدافرام كده واضرب، الدافرام دلوقتي اللي شغال، لكن لو ضربت على الكون دلوقتي مش سامع حاجه. يبقى اتاكد مين اللي شغال فيه. يبقى اهم حاجه في السماعه هنسقطك عليها ان دي فوروردز، والكون في الرفيع والدافرام في التخان. اهم حاجه في جهاز الضغط ان الخراطيم نلاقيها ميديالي، والكف
ان انش اباف، ما تحطيش السماعه تحت الكف. الخراطيم ميديالي يبقى النفخه ميديالي، وان انش اباف ده اهم حاجه في القياس. اهم حاجه علمتها لك اللي هي ايه بقى؟ قولوها لي تاني. سلو ديفليشن بهدوء ديفليشن. خلاص طيب، سلو ديفليشن يا ولاد. هنا ديافرام او كونز نو بريشر، طبعا زي ما انا قلت لكم مفيش اي بريشر لان ده مش متقاس. نو بريشر على الاطلاق. وبعدين ما تحطش اندر دي كاف ابدا السماعه دي، اللي هي البريكوشنز دي. مش عادها تاني ليه بقى؟ حضرتك تعيدها تاني في الفيديو لانه اسهل. انا عاوز اجي للكلام المهم بقى، فدي مش عادها، عاوز تسمعها تاني بسمعها تاني وتالت. يبقى عندنا البريكوشنز، قلنا الانفايرمنت والبيشن، ادي اتنين، والجهاز الضغط والسماعه. نيجي بقى ازاي هنقيس؟ ايه اهم كلمه في القياس؟ قلناها يا اولاد ان القياس اندايركت. لما اقول لك بنقيس ازاي؟ بطريقه اندايركت. طب تاني نقطه عليها مليون نمره، ان بنقيس مش بالباتري اور اوسكالباتري، دي تسقطك. فيرست بالباتري ذن اوسكالباتري ميثود، يعني الاول بالحس بالباتري فيرست، ذن سكند اوسكالباتري ميثود. لازم بالاثنين في كل عام تقيس بالطريقه تاني. يبقى تاني احفظ معايا طريقه القياس، دايركت ولا اندايركت يا اولاد؟ لا، عاوز اسمع صوتكم. اندايركت. طب بتقيس هيغلطك يستهبلك بالباتري ولا اوسكالباتري؟ واني احسن تقول له بالباتري بالباتري ذن اوسكالباتري ذن اوسكالباتري. طيب هنسالك اهم نقطه بقى اللي جاي ده مهم جدا. ايه اهميه البالباتري؟ ايه مزايا البالباتري وايه عيوبه؟ عيوبه انه بيقيس العالي بس، السيستوليك بريشر بس، وليس اكريت. بينما الاوسكالتاتري بيقيس سيستوليك وداستوليك، العالي والواطي، ومور اكريت. طبعا اذا كان ربنا يا اولاد، ربنا يا اولاد قدم السمع على البصر، على البصر مش على الحس، ف100% السمع مور اكريت، وبيقيس سيستوليك وداستوليك. البالباتري سيستوليك بس وليس اكريت. طب ايه العيب؟ طب ليه بنعمل بالباتري لما كلها عيوب؟ لا، فيها ميزه، ما فيهاش اوسكالتاتري جاب، ما فيهاش توقف اصوات، فتره توقف اصوات، لان اساسا ما فيش اصوات عشان تتوقف. انما عيب الاوسكالتاتري ميثود ان في العيانين اللي عندهم هايبر تنشن ساعات الاصوات بتتوقف، عندهم اوسكالتاتري جاب. يبقى هنا في البالباتري يوجد عيبان ومميزه، انه بتقيس ستوري بس، العالي بس، وليس اكريت. وميزه واحده، ما فيش توقف اصوات لان ما فيش اصوات. انما الاوسكالتاتري ميثود سيستوليك وداستوليك، ادي اول ميزه، ومور اكوريت، بس فيها عيب ان فيها اوسكالتاتري جاب. طيب نيجي بقى بالبالباتري ميثود، تعمل ايه للاوائل بقى؟ بص معايا من فضلك، ناخد قرايتين. انا حاطط ايدي على الراديال ارتري، ثلاث صوابع على الراديال ارتري قصاد البون، ثلاث صوابع، لا اربعه ولا اثنين، لازم ثلاثه. ثلاثه خلاص اهو عريض الارتري. اما يبقى الضغط في الكف اعلى من الارتري مفيش بالس. طب لما يبقى الضغط، بتقعد تعلي الضغط تعلي الضغط تعلي الضغط، او اسف، الاول في بالس، الاول في بالس، وبعدين تنفخ 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 يختفي البالس. يبقى امتى البالس هيختفي؟ افهم، لما الضغط في الكف يبقى اعلى من الارتري، تاخد قرايه، اول ما يختفي تاخد قرايه. يبقى القرايه دي فكر بذكاء، البالس اختفى ليه؟ لان الضغط في الكف اعلى قليلا من الارتيريال بريشر، يبقى دي قرايه ايه؟ طب بعد كده نقص الضغط، نقص الضغط، امتى هيعاود الظهور؟ لما الضغط في الكف يبقى اقل قليلا من الارتي، فيمشي الدم فتحس البالس. فعشان كده خدنا قرايتين يا اولاد، اي وبي، لان البالس هيختفي لما يبقى الكف اعلى من الارتي. طب هيرجع البالس لما يبقى الكف تحت الضغط في الارتي، يبقى واحده اعلى قليلا والتانية اقل قليلا. يبقى لو خدت المتوسط يبقى هي القرايه الصحيحه، شوف الذكاء. يبقى تاني، يبقى انت من قبل ما تنفخ، قلنا كله ببطء، كله ببطء، الانفليشن انت طالع ببطء، والاهم وانت نازل ببطء.
اول ما يختفي البالس خد قرايه. دلوقتي ليه اختفى؟ لان الضغط في الكاف اعلى من الارضي، يبقى القرايه اعلى قليلا. اول ما يعاود الظهور خد قرايه. ليه يعاود الظهور؟ لان الضغط في الكاف بقى اقل من الارضي فالدم ماشي، يبقى قرايه اعلى قليلا وقرايه اقل قليلا، يبقى المتوسط هي القراءه الصحيحه. ده للاوائل يا اولاد. يبقى في البالباتري ميثودز بناخذ قراءتين، ايه when the pulse disappears وانت بتنفخ، وبي when the pulse reappears، فيبقى المتوسط هي القراءه الصحيحه. وقلنا three fingers press against radial artery. طيب نيجي بقى لسكالتاتري ميثود. سكالتاتري ميثود بعد ما عرفت بالبالباتري ميثود ان الضغط مثلا 130، حلو، يعني مش هقدر اقول الطبيعي 120، طلع الشخص بالبالباتري ميثود ضغطه السيستوليك العالي، ما هي البالباتري السيستوليك بس 130، يبقى حضرتك ترفع الضغط فوق 130 للاسكاء فقط، ما ترفعهاش ل 200. انت بالبالباتري بيقول لك السيستوليك 130، يبقى ارفع ل 150 160. واحد يقول لي طب ليه ما ارفعش لاخر الجهاز ل 200 ولا اكتر شويه؟ يا بابا العين هيتالم، لو اتالم ده بيعلي الضغط. انت خلاص عرفت ان السيستوليك 130، يبقى ترفع تنفخ لحد فوق 130 ب 20 او 30، وبعدين تنزل. اهم حاجه بايه؟ ببطء شديد. تتعلم فن انك تنزل ببطء. اول ما تسمع صوت يبقى هو ده السيستوليك. وفي الشخص الطبيعي لما الاصوات تختفي يبقى ده الدايستوليك. حلوه كده؟ اول ما تسمع تبقى سيستوليك، لما الاصوات تختفي يبقى ده ال دايستوليك. ده الفكر مهم يا اولاد. حاجتين، انك انت تعمل ديفليشن بايه بقى؟ ببطء. وتاني حاجه افتح ودنك، التوقع. انت بالبالباتوري حسيت البلس عند كام؟ عند 130 في المثال اللي انا اخترته. يبقى حضرتك متوقع الاصوات تعاود الظهور حوالين كام؟ يلا جاوبني انت. حوالي 130. يبقى عند 130 دي اما نقرب منها كده تبقى كلك اذان صاغيه. نزل ببطء شديد وكلك اذان صاغيه. طيب احنا قلنا لما هتسمع صوت يبقى ده السيستوليك، يختفي الاصوات يبقى ده الدايستوليك. انما حقيقه الامر ان احنا بنسمع خمس اصوات. مين اللي اكتشفهم؟ راجل روسي اسمه كروتكوف ساوندز. انا حفظتها الاجيال بطريقه جميله قوي يا اولاد. ساعات الاسم بقى صعب فانا بقولها بطريقه لا تنسى. في كورتي وفي كروتكو. السنه الجايه في سنه تانية في الهيرنج هناخد كورتي، في حاجه اسمها كورتي اللي هو الريسبتور بتاع الهيرنج. السنه دي ليه كنتو اسمه كروتكو، فافتكر كروتكو لما يقول لك كان اسمها ايه الارتيريال بلاد بريشر ساوندز، الكره بتاعتك انت كروتكو. هو طبعا اسمها كروتكوفز في اخرها اف، بس يعني ما انت لو بدات الكلمه صح بتطلع بالكده كروتكو كروتكو انتو كروتكوف ساوندز. طيب بنسمع ايه يا اولاد؟ حفظتها الاجابه بطريقه لطيفه جدا، خمسه. الاول كلير ساوند وبعدين يختفي يبقى في ميرمر بداله، ادي الثاني، وبعدين يعاود كلير ساوند ثاني، يرجع تاني كلير ساوند، وايه وبمميزه رهيبه انه بيتزايد في الانتنستي، وفجاه يديكريس وبعدين يختفي يسبير. دول خمس اصوات. طالب قال لي انت عندك طريقه تحفظ كل حاجه؟ قلت له طبعا. قال لي طب حفظها لنا. قلت له حفظها لك. كلير ميرمر كلير بوز ديكريس ديسابير، ادي الخمس اصوات. يبقى تاخد ثلاثه وبعدين اثنين، كلير ميرمر كلير وتسكت شويه، ديكريس ديسابير. حلو. تاني نقولها مع بعض بقى الخمس اصوات كروتكوف ساوندز، كلير ميرمر كلير ديكريس ديسابير. خامس، مين هم الكروتكوف ساوندز؟ كلير ميرمر كلير، ادي اول ثلاثه، كلير ثم ميرمر ثم كلير متزايد، then ديكريس ديسابير، كلير ميرمر كلير ديكريز ديسابير. مرة سبعة بقى قولوها انت، كلير ميرمر كلير ديكريز ديسابير. فين السيستوليك؟ ده فيرست كلير ساوند، أول ما ظهر الساوند هو ده السيستوليك، ده فيرست كلير، لأن في اتنين كلير، كلير ميرمر كلير، أول واحد هو ده السيستوليك. فين الدايستوليك بقى للأوائل؟ للأوائل.
في الريستنج ادلت لما الاصوات تختفي اللي هو شرحته في الاول، قلت لك لما الاصوات تظهر تبقى ده ستوليك، تختفي يبقى ده الدياستوليك. طب في التشايلد او ادلت ديورينج اكسرسايز، واحد يقول لي احنا هنقيس لادلت وهو بيعمل اكسرسايز؟ ايوه. قال لي فين ده؟ قلت له هو بيعمل ستريس تيست. مش ساعات واحد يقول لك انا رايح اعمل ستريس تيست يقعد يجري كده على السير ويقصوا له الضغط ويعملوا له جهاز الرسام القلب؟ اهو ده اكسرسايزنج ادلت. هنا لو استنيت لما الساوند تختفي، بتختفي عند 20 او 30، مفيش واحد ضغطه الدايستوليك، الدايستوليك الوقت 20 او 30، فبناخد الديكريس. يبقى للاوائل. اما اقول لك مين هم كروتكوف ساوندز، اقول له كلير ميرمر كلير ديكريس ديسابير. فين السيستوليك؟ ده فيرست كلير ساوند. فين الدايستوليك؟ الاوائل. اوائل it depends، تعتمد. If it's resting adult وهو الأغلب، يبقى لما الصوت يختفي disappear. If it is exercising adult بيعمل stress test أو child. عارف ليه child؟ لأن child زي exercising adult عنده hyperkinetic circulation. يبقى الحالتين اشتركة، إن adult بيجري على السير فبيعمل stress test، أو child عنده hyperkinetic circulation الأصوات بتختفي متأخر خالص خالص، فبناخد الديكريس. تاني يا اولاد اسئله في الصميم، اسمها ايه الساوندز؟ الراجل الروسي كان اسمه ايه؟ كوروتكوف ساوندز. كلير ميرمر كلير ديكريس ديسابير. حلو، يلا نقولها تاني مع بعض مره تسعه اهي. كلير ميرمر كلير ديكريس ديسابير. طب يقول لك فين السيستوليك؟ ذا فيرست كلير ساوند انديكيتس ذا سيستوليك. للاوائل فين الدايستوليك؟ It depends. If it's a resting adult, the disappearance. If it's exercising adult or child, هم عندهم hyperkinetic circulation، الأصوات ما بتختفيش بسهولة، ناخد الديكريس. تمام يا أولاد؟ طيب. هيسألك بقى أسئلة كالآتي في العمل. ليه لما بترفع الضغط فوق السيستوليك ما بتسمعش sounds؟ نو فلو، لاني قفلت الارتري. ده اسهل سؤال. ليه لما برفع فوق السيستوليك ما بسمعش؟ طيب بتوين السيستوليك والدايستوليك سمعت الكروتكوف ساوندز الخمسه، كلير ميرمر كلير ديكريز ديسابير. ليه؟ الاجابه كلمه واحده، تيربلن فلو. جايبها لكم النهارده سؤال في المالتيبل تشويس. تيربلن فلو هو اللي بيدي اصوات. طب ليه بلو ذا دايستوليك ذير از نو ساوندز؟ ليه لما بتنزل بعد كده الاصوات بتختفي؟ لانه تحول من تيربلنت فلو له ساوندز للامينر فلو، لامينر فلو سايلنت، سايلنت نو ساوندز. تبقى عارف كام. هنسالك سؤال متعلق بده، لو حطيت السماعه على الايد الثانيه اللي ما عليهاش جهاز الضغط، ما فيش جهاز ضغط، تسمع ساوندز؟ لا. ليه؟ لانه لامينر فلو، لامينر فلو ما بيديش ساوند، يبقى تيربلنت فلو. نيجي بقى قلنا يا اولاد ان ايه عيب الاوسكالتاتوري ميثود؟ عيب الاوسكالتاتوري ميثود ان فيها اوسكالتاتوري جاب، خاصه في الناس اللي عندها هايبرتنشن او هاي بلاد بريشر، ودول اللي بنحب نقيس لهم اساسا. احنا اساسا مين اللي بيقيس الضغط؟ اللي عندهم هايبرتنشن. انت لو ما عندكش ضغط تقيس كل، اديني بقول اهي تعليمات قيمه جدا، كل سنتين لقريبكم الكبار في السن اللي ما عندوش ضغط مش بيقس بقيت عمره، فيفاجئ ان عنده ضغط ويجرى له مصيبه كل ساعتين. خلاص؟ عنده ضغط ومظبطينه كويس قوي كل سنه. عنده ضغط مش متظبط كل اسبوع. ما عندناش الكلام. طيب ايه بقى حكايه الاوسكالتاتوري جاب؟ في بعض الناس اللي عندهم هايبرتنشن الخطوط العرضيه دي يا اولاد بتمثل الساوندز. فجأة الساوندز تختفي، في اوسكالتاتوري جاب، مفيش ساوندز، وبعدين تعاود الظهور تاني. يبقى ده الاوسكالتاتوري جاب موجودة في الناس اللي عندهم هايبرتنشن. ايه عيبها بقى يا اولاد؟ تعال نشوف. انت فين النورمال الريال سيستوليك؟ قلنا أول ساوند هو ده ستوليك، ذا فيرست كلير ساوند انديكيت سيستوليك. طب وفي الريستنج ادلت وهو الأغلب، الأغلب إنك بتقيس الضغط الواحد قاعد معاك، يبقى اختفاء الاصوات. لو حضرتك كطبيب مش عارف ان في جاب، ما تعرفش المعلومه دي، ف
فحضرتك رفعت الضغط اهو الليزر فوق السيستوليك، لقيت البالباتوري 130 فرفعت الضغط 150 ونزلت نزلت نزلت. اول صوت سمعته دلوقتي هو مين؟ السيستوليك، وده حقيقي. بعد شويه الاصوات اختفت، مش اختفت لانها اختفت، لانك دخلت في الجاب حضرتك، لانك ما تعرفش. لما لقيتها اختفت قلت بس هو ده الدياستوليك، في حين الدياستوليك تحت هنا، يبقى عيب الجاب انها بتدي فولس هاي دياستوليك، فولس هاي دياستوليك لو انت ما تعرفش ان في جاب. او حاجه تانية، حضرتك زي الدكاتره الشاطرين اللي ما بيستخدموش البالباتوري ميثود، اللي هما بيقيسوا بالاسكالتاتوري بس انها الادق وبتدي ستوليك ودياستوليك، فهو ما عرفش فين السيستوليك بالبالباتوري ان هو 130، وطبعا ممكن العيان اللي عنده هايبرتنشن يبقى السيستوليك بتاعه 190، فهو رفع دخل في الجاب على طول، مفيش صوت، قاعد ينزل ينزل ينزل. ادي اول صوت سمعه لانه ما عملش بالباتوري ميثود، ما عرفش فين الريال سيستوليك، دخل في الجاب. اول صوت سمعه هنا فقال ده مين ده بقى؟ ده السيستوليك، فيبقى اديت له فولس لو سيستوليك، سيستوليك فوق هنا، حضرتك دخلت في الجاب، فاول صوت اعتقدت ان ده سيستوليك فاديت لك فولس لو سيستوليك، بينما السيستوليك فوق اهو هناك. طالب قال لي دكتور عندك طريقه تحفظنا بيها عيوب الجاب؟ قلت له عندي طريقه حفظتها لأجيال من المتحدثين بالعربية وعمرهم ما نسوها. في عربيتنا المريض يسمي السيستوليك ايه؟ هاي، يقول لك الضغط العالي 120 والواطي الدياستوليك يسموه الواطي 80. عيب الاسكالتاتوري جاب انها بتدي فولس هاي دياستوليك او فولس لو سيستوليك. اقولها بقى بطريقتي، بتخلي الواطي عالي، فولس هاي دياستوليك، الواطي بتخليه عالي، الدياستوليك الواطي بقى عالي، والعالي واطي، فولس لو سيستوليك. فعيب الاسكالتاتوري جاب من غير ما تشرح للممتحن ده كله تقول له انها بتخلي العالي واطي والواطي عالي، اه يا زمن، تقولها له من غير اه يا زمن، يبقى عيب الاسكالتاتوري جاب انها بتخلي الواطي عالي والعالي واطي، اه يا زمن. ادي الاسكالتاتوري جاب يا اولاد اللي هي مور ان هايبرتنسيف بيشنت، عيبها انها بتخلي فولس هاي دياستوليك، دياستوليك ده الواطي، الواطي بتخليه فولس لهاي، الواطي عالي، والسيستوليك اللي هو العالي بتديني فولس لو سيستوليك. لما تقيس بقى حضرتك بالبالباتوري ميثود وتنزل ببطء ما يحصلش كام الفرق ده. انا وعدتكم اعلمكم حاجه حلوه وانتم بتتعلموا قياس الضغط، علمتها لاجيال يا اولاد. حضرتك النهارده وانت بتقيس الضغط لأخوك أو والدك أو أي حاجة، قول له بس ساعدني في أول مرة عشان لسه بتمرن، أنت تقول له كده. يقول لك ساعدك إزاي؟ أنت أهم حاجة قلت الديفليشن ببطء، بس أنت مش عارف ساعات لأنك لسه مش خبير في السمع، مش عارف الصوت ابتدى أول صوت يبقى ده ستوليك، الأصوات اختفت يبقى ده دياستوليك. فقول له ساعدني، هيساعدك إزاي؟ قول له أول ما تحس البالس، هو يحس مش حاطط إيده، مش طريقة حسية. هو اول ما انت بتوصل ستوليك والفيسل يتفتح هو بيحس نبضات في ايده. قول له اول ما تحس ان الارت بينبض تحت الجهاز قول لي، خد قرايه وشوفها متطابقه مع اللي سمعته، يبقى انت بتقيس صح. وقول له اول ما تحس النبضات وقفت قول لي، اول ما تقول قول له ركز معايا، يبقى ده الدياستوليك. اقول لكم حاجه لطيفه بس ده بره العلم، ساعات يجي لي واحد قريبي يقول لي تعالى قيس لي الضغط، اروح اقيس له الضغط، وبعدين يقول لي انا ما عنديش حد يقيس لي وببهدل، اقعد اطلب حد ويجي. اقول له بص انا اعلمك طريقه سهله جدا، انت مش محتاج سماعه خالص، حط الكف وانفخ ارفع ونزل تاني، بس اهم حاجه تتعلم ايه؟ تنزل ببطء، سلو ديفليشن، التكه كلها في السلو ديفليشن. وبص على الميركوري مانومتر وخلي حواسك مع ايدك، اول ما تحس النبض في ايدك يبقى ده سيستوليك، اول ما النبض يختفي يبقى ده دايستوليك. فعلمت قرايبي اللي هم مش اطباء خالص، ما بقولش ده قياس دقيق يا اولاد، ما بقولش كل الناس تعمل كده، دكتور ناجي ما قالش كده ابدا، بقول الحاجه ام الاختراع. انا بقى ساعدتك بيها بطريقه، خلي والدك يساعدك، والدك دلوقتي احسن منك، انت لسه ما خدتش على الاصوات. يبقى اول حاجه نعمل سلو ديفليشن، وقول له اول ما يبدا النبض قول لي،
فانت هو قال لك وانت سمعت اه يبقى هو ده السمع اللي بيحصل مع البالس ده السيستوليك. وقول له اول ما النبض يقف قول لي هتلاقي الاصوات اختفت في الريستنج اذر. طريقه حلوه علمتك حاجتين في القياس تبتدي بيهم. تقعد النهارده اهم حاجه السلو اي ديفليشن العمود ينزل ببطء شديد عشان انت بتعمل كوردينيشن للي بتسمعه او بتحسه مع القرايه. وتقول لاخوك او والدك يساعدك تحس النبض قول لي هتبقى انت سامع في نفس الوقت. مش بالظبط بفرق خمسه ملهوش قيمه بيني وبينك خالص في يعني محدش حتى بالدقه بيجيب فروق خمسه. يبقى انت عرفت في الاستوليك لما النبض يقف احنا الاثنين جينا مع بعض النبض يقف انت مش سامع يبقى انت اتعلمت القياس صح. وانا بعملها مع قرايبي اللي هم غلابه ما عندهمش حد يجي يسلوهم بقول لهم تراست مي الطريقه دي مش فيري اكوريت بس كويسه جدا 90% اكوريت خلاص. ده الفكره يا ولاد. طيب نقول بقى شويه حاجات الاوائل في اول مره تقيس الضغط العيان لازم تقيسه بوث ارمز يعني في الايد اليمين والشمال. لو العيان جاي لك العياده اول مره هيقيس الضغط ما تقيسش في ايد واحده لازم في الايدتين وتكتب نوت انك هتقيس في الضغط الاعلى stick to the one with higher pressure. يعني لو قست في اليمين والشمال لقيت اليمين اعلى شويه. طيب ما فكر معايا نيجي بقى الغباوه السؤال اللي بيسأله لكم وتجاوبوه بغباوه. هو الرايت بريكر ارتي والليفت بريكر ارتي ده بياخد من اني فنتكل ولا من اني فنتكل؟ نيجي الغباوه بقى الاثنين من الليفت فنتكل. مش عاوز غباوه مش الليفت بالليفت والرايت من الرايت. الليفت فنتكل بيضغ فيهم هما الاثنين يبقى المفروض الضغط فيهم هما الاثنين يبقى ايه؟ زي بعض. معنى ان واحد طلع اعلى من الثاني يبقى فكر بذكاء يبقى الثاني اقل ازاي والمضخه واحده يبقى 100 100 في انسداد يبقى ما ينفعش يتقاس فيه. يبقى تكتب نوت وتقول للعام بتاعك ذكرني كل مره الارت اللي اقيس فيه اللي هو اليمين لان ده اللي طلع اعلى شويه. يبقى تاني الليفت فنتكل بيضخ في الاثنين مش عاوز غباوه مش الليفت في الليفت والرايت فنتكل في الرايت بريك غباوات ما بحبهاش. تقيس اول مره في الاثنين اللي اعلى هو المفروض في معظم الناس هيطلعوا الاثنين زي بعض ريرلي هيطلع واحد اعلى قليلا. اللي اعلى هو اللي تقيس فيه وتعلم العين هو ده اللي يقيسوا لك فيه. ليه الثاني طلع اقل؟ لان في اوبستراكشن. في كل مرة تقيس مرتين كل مرة بالباتري وسكالتاتري يعني تاني تقيس 2 تايمز each time سكالتاتري وبالباتري مش تقيس بالباتري وسكالتاتري يبقى ده مرتين وكل واحدة فيهم بالباتري وسكالتاتري. لو طلع القرايتين كلوز يبقى خلاص حلو كده. لا أنا آسف نسيت واحدة every time ignore the first reading أول قراية دي ما تاخدهاش أبدا دي غالبا غلط غلطه مشهوره جدا عند الاطباء. الفيرست ريدنج بيبقى العيان نفسه بيهيب القياس ومش عارف ايه اللي هيحصل الدكتور ده بيقيس ازاي هتوجعه مش هتوجعه هيطلع ايه. اول قرايه اجنورت الفيرست. طيب وخد بعد كده بعد اول قرايه اللي انت اجنورت قيس مرتين كل مره بطريقتين بالباترو اسكالتاتري. لو طلعوا القرايتين متقاربين يبقى دي قرايه صحيحه اتس اوكي كاتبها لك اوكي هنا. طب لو طلع القرايتين بعاد عن بعض شويه عدد واحده منهم بثيرد ريدنج بقرايه ثالثه. طب لو كان البالس الريجولار يعني غير منتظم البالس غير منتظم يا اولاد عاوزين اربع قرايات. لو حطيت ايدك على البالس في البالباتري ميثود لقيته غير منتظم لازم تاخد اربع قرايات. واحد يقول لي ليه؟ تعال افهمك. بص الرسمه البسيطه اللي انا راسمها دي ده اول ثلاث خطوط ده بالس منتظم يعني على مسافات متساويه. الاحمر والازرق ده معناها في ضربه جت بدري شويه ده الاحمر وضربه اتاخرت ليها الازرق. لو البالس غير منتظم الضربه اللي بتيجي بدري شويه يبقى الهارت ما لحقش يملى يبقى ما ملاش كويس لانها جت بدري ما لحقش يملى يبقى هيضخ كميه قليله يبقى الضغط يطلع واطي جدا. طب والبالس اللي اتاخر عن ميعاده زي اللون الازرق هنا يبقى مالت اكثر مما ينبغي يبقى هيضخ كميه اكثر مما ينبغي يبقى الضغط يطلع اكثر مما ينبغي. يبقى ايه اكتر حاجه يا اولاد تبوظ قياس الضغط؟ افتح ودنك. الريجولار
بالس الريجولار بالس بالس غير منتظم. فلو انا بعمل بالباتوري ميثود لاحظت ان الضغط ان البالس النبض غير منتظم، لازم بعد اول واحده اللي بقى اجنورت اقيس 4 مرات. بعد اول مره اللي بقى اجنورت اقيس كم مره؟ 4 مرات. يبقى ده يا اولاد اهو في الفيرست تايم بشوف بوث ارمز، تقيس في اليمين والشمال، وهتاخد انهي واحده؟ الاعلى، ستيك للاعلى. ليه يا اولاد؟ لان الاوطى مش هي الصح، لان الليفت فنتري بيضخ فيهم هما الاثنين، فاللي طلع اعلى بديل صح. الاوطى اوطى ليه؟ هي ليه اوطى مع انها البامب واحده؟ لان فيها انسداد في السكه، يبقى دي ما تنفعش. يبقى فاول مره العين يقيس ضغط في حياته نقيس في التو ارتز ونستيك للهاير. طيب تاني قاعده، كل مره يجي العين العياده يقيس خلاص واحنا فهمنا هنقيس في اليمين، لان اليمين دي الاعلى اذا كانت اليمين هي الاعلى في المثال اللي اديته. اول قياس ماخدوش خالص، اجنورت ماخدوش، وبعدين اقيس بعد كده قياسين لو لقيتهم زي بعض يبقى خلاص هو ده الميجرمنت، يبقى دي صح، اتس اوكي. لو كلوز تو ايتش اذر اتس اوكي. طيب وفي كل مره قلنا نقيس بالباتري وسكالباتري، لو لقيت القرايتين مختلفين عن بعض 20، لا في حاجه غلط بس، يبقى اعضد واحده فيهم بان انا اخد قرايه ثالثه. If not يعني إذا طلعوا الاثنين not close take third reading. طب لو أنا بعمل بالباتري ميثود لقيت البالس غير منتظم باخد كام قراية يا ولاد؟ بقيس 4 مرات، 4 مرات كل مرة بالباتري دين اسكالباتري. حتى شوف القواعد أنا يعني جايبها لكم بطريقة جميلة جدا، 1 2 3 4، أدي الأربع قواعد. الفيرست ريدنج اجنور، بعد كده 2 readings، لو مش زي بعض يبقى 3 readings، لو في الريجولر يبقى 4 readings. تتنسي دي يا ولاد؟ لا. وخد بالك اول قاعده دي مره واحده في الحياه، ان في اول مره يقيس بتشوف مين الاعلى بس، بعد كده تجنور الاولانيه وتاخد الاثنين اللي بعدهم. طب لو كانوا مش متسابقين يبقى تاخد 3، لو كان البالس الريجولر يبقى 4. فهمتك ليه لما يبقى الريجولر بيبقى لخبط الضغط؟ لانه لو القلب ضرب بدري شويه ما لحقش يملى يبقى ما ملاش كتير، ضخ قليل يبقى الضغط قليل. لو القلب اتاخر شويه ما هي الريجولر يبقى قعد مده طويله يملى، ملى اكتر مما ينبغي يبقى ضخ اكتر مما ينبغي يبقى الضغط يطلع اعلى. يبقى اكتر حاجه بتبوظ الضغط الريجولار بالس. تمام يا ولاد؟ ده القصه. دلوقتي حتى تفادوا هذا الكلام يا ولاد بحاجه لطيفه جدا، ان كل اجهزه النهارده بتجنور اللي هي بقى مش بالسماعه الطريقه التقليديه، الاجهزه اللي بالكهرباء الحديثه جدا تجنور اول قرايه، وعارف بتاخد كام قرايه عشان تاخد المتوسط بتاعهم؟ 6 قرايات بس، ما تقولوش الكلام ده، 6 قرايات. انا يا ولاد كده اي ثينك ان احنا كفايه علينا قلنا الديفينيشنز والفاكتورز والميجرمنت، يبقى فاضل لنا نقطتين ريجوليشن والهايبرتنشن، هنقولهم المرة الجاية بإذن الله. ولكن في النهاية يا أولاد عاوز أقول لكم حاجة، أتمنى أولا شكرا على وقتكم، وأتمنى أن أنا أكون أفدتكم، واسمعوا ده أكتر مرة لأنه موضوع مهم جدا، الأرتير باب بريشر. ومرة أخرى أنتوا عرفتوا أن احنا غيرنا من محاضرات الفسيولوجي المجانية إلى محاضرات الفسيولوجي لصالح أطفال السرطان. فأنا عاوز أقول لكم حاجة قبل ما أقفل، إن من أكثر المقولات اللي أنا تأثرت بيها في حياتي هي ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. وعليه يا أولاد فلا أستطيع أن أتصور أن يحيا وينعم أي إنسان مننا بكل مشتهيات الغذاء تاركا أخيه الإنسان يموت لمشقة في الحصول على أساسيات الدواء. مش متصورها دي، ازاي نتمتع احنا بمشتهيات الغذاء ونقعد نشتري حاجات غاليه ومستخسرين نعمل مكالمه ب5 جنيه هتبقى اساس في علاج طفل. وبقول يقولون النصاب يحتاج الى طماع، وانا اقول والمعطي يحتاج الى محتاج. واقول لكم يا اولاد ان العطاء فضيله لابد ان نتعلمها صغارا حتى نشب عليها كبارا. العطاء ده لازم الواحد يتعلمه من هو صغير، انه يدي بحيث لما يكبر يدي بسهوله اكتر.
صدقوني يا أولاد، نحن نحتاج إليهم، إلى هؤلاء الأطفال مرضى السرطان أكثر مما يحتاجون هم إلينا. نحن نعطيهم ما قد يفيدهم في الحياة الزائلة، أما هم فاهبون ما لا غنى لنا عنه في الحياة الباقية. فأرجوكم، أرجوكم لا تؤجل عمل الخير إلى بعد حين، فنحن لا نضمن أن ندرك ذلك الحين. صدقوني، نحن نحتاج إليهم أكثر مما يحتاجونهم إلينا. نحن نعطيهم ما قد يفيدهم في حياة زائلة، أما هم فاهبون ما لا غنى لنا عنه في الحياة الباقية. أرجوكم حاولوا اتعلم العطاء وانت صغير. لازم العطاء ده هبة، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. أنا آسف يا أولاد إذا كنت أسقلت عليكم بهذه الكلمات، وأرجو ما حدش يزعل مني، بس I feel we have a mission، مهمة لابد أن ننجزها في هذه الحياة، وها أن نفكر في الآخرين. شكرا، وأسعد الله مساءكم، وألقاكم قريبا بإذن الله. شكرا.